بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جولة جديدة من جولات استوديو الأبطال. النهاردة هننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة في تمام الساعة 8، أي بعد حوالي نصف ساعة من الآن، مباراة كرة السلة في دوري سوبر سيدات السلة. النادي الأهلي في المركز الثاني والجزيرة في المركز الثالث. المباراة ستقام على صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. المباراة مهمة لكلا الفريقين. النادي الأهلي يأتي في المركز الثاني مش عشان خسر مباراة أو تأخر بسبب هزيمة، ولكن بعد انسحاب نادي الزمالك تم إلغاء نتائجه، فكانت مباراة نادي الأهلي في المباريات السابقة، فطبعا تم حذف كل نتائج نادي الزمالك، فعشان كده نادي الأهلي نزل للمركز الثاني. ولكن بعد انتهاء الجولات في حالة فوز النادي الأهلي بجميع مبارياته سيعود ثانية إلى الصدارة. طبعا محتاجين نتناول هذه المباراة فنيا وتحليليا، بس في البداية قبل ما نروح للمباراة بحب أرحب بضيوفي. بحب أرحب بالدكتورة داليا عرابي، نجمة نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابقه. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن هيثم، زي حضرتك منورانا ومبسوطه ان انا معاكم تاني في ماتش. احنا سعداء دايما بوجودك والله يا دكتور. ربنا يخليك يا رب. معانا طبعا نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق كابتن محمد السلعاوي، وايضا عضو لجنه انتقاء المواهب الحالي. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا بيك يا كابتن هيثم، فرصه سعيده معانا الدكتوره النهارده ان شاء الله. اكيد دكتوره، يمكن في البدايه لازم يعني بنعرف الساده المشاهدين اهميه اللقاء واهميته لكلا الفريقين، خاصه ان احنا لسه في الادوار الترتيبيه قبل ما نخش على البلاي اوف، بس اكيد ما فيش فريق بيبقى داخل عشان يخسر. راي حضرتك ايه في اللقاء النهارده؟ والله انا شايفه ان الماتش هيبقى يعني قوي، مش 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 ماتش نقدرش نحسب النتيجه بتاعته من دلوقتي، وخاصه ان الجزيره عامل موسم كويس قوي، مستواه ثابت في كل لقاءاته، ما حصلوش اي دروبات او اي مشاكل. فالنتيجة النهاردة في الملعب مش هنقدر نحسمها يعني، إلا مع بداية الماتش كده ممكن يعني تبان الرؤية مين ممكن يتفوق. طب حضرتك شايفة أن اللقاء الأول برضو خلص بفرق سكور للنادي الأهلي، هل مباراة النهاردة ممكن تمشي في الاتجاه ده، ولا ممكن نلاقي نديها في بعض فترات اللقاء؟ لا، هو طبعا أكيد الأهلي نازل عنده ثقة عالية وإلى حد ما مرتب ورقه وعارف هيكسب الماتش إزاي، بس أنا متخيلة إن الجزيرة برضو مش هيسيب الماتش بسهولة، وهيبقى هيعافر لغاية آخر لحظة أتليست، يعني لو ما كانش إيكوال جيم مش هيطلع بالفرق الفظيع اللي حصل المرات اللي قبل كده. نعم كابتن محمد، شايف حضرتك اللقاء ازاي، وشايف خاصه طبعا نادي الجزيره بيمرنه عمرو عاصم مدير فني ومساعد مدرب كابتن مصطفى سيد، يعني جهاز فني عالي، الفريق نفسه جزيره يعني يمكن انا بحب اقول ان هم السنه دي فاجئوا الناس، يعني فاجئوا وسط كره السله ان هم عاملين فرقه كويسه، بدليل ان هم محتلين المركز الثالث هذا الموسم. شايف المباراه هتمشي ازاي يا كابتن؟ لا والله انا شايف ان المباراه هتبقى مباراه قويه، مباراه ممتعه بين الفريقين. الجزيره بيمتلك زي ما انت قلت مدرب جيد جدا، والمساعد بتاعه مصطفى سيد لعيب دولي وحاجه محترمه جدا، واعتقد ان الجزيره السنه دي عامله من احسن المواسم ليها، وان الجزيره ليها باع طول عمرها سواء اولاد او بنات في مجال كره السله، واعتقد المباراه ليست سهله من البدايه، لكن هتحدد في اواخر المباراه. النادي الاهلي الحمد لله يعتبر مكتمل الصفوف الان بعد رجوع رضوى. مفيش اصابات يا كابتن سلام؟ لا الحمد لله. كان في اصابه بس ندى نافع، ولكن اعتقد ان هي اصابه بسيطه يعني، كانت في التمرين وقعت على كتفها. بس هل شعراوي لسه غايبه طبعا عن الفريق؟ دي ظروف رنيمه عندها التهاب في الاكيلس، ممكن تلعب على قد مجهودها. يعني هتلعب على قد المجهود. طيب ويعني الغيابات الثابته هلا شعراوي و نور علي طلعت. نور علي طلعت. دول غيابات، دول غيابات لظروف لغايه اخر الموسم، انما غير كده الفريق ان شاء الله مكتمل. الفريق مكتمل والفريق مستعد كويس، وكابتن طارق خيري من المدربين الممتازين اللي عاملين حاله جيده جدا في الفرقه، الفرقه ملمومه كويس، الفرقه لديها رغبه قويه جدا في انها تسيطر على البطولات السنه دي كلها. نعم. سواء دوري او كاس او اي منطقه، واعتقد ان الفرقه دي ان شاء الله لازم يكون لها باع خارجي بعد افريقيا اكيد السنه الجايه. بس نكسب هنا الاول عشان نبقى نروح على افريقيا، لازم نكسب هنا الاول السوبر، ما هو ده بوابتك لافريقيا. لا ان شاء الله نكسب السوبر، واعتقد ان الفرقه اكتملت المراكز كلها بتاعتها، ولديها لعيبه اجنبيه سدت الضعف اللي كان موجود لغياب هاله شعراوي. واعتقد كمان ان الفريق بدا يقف على منصه التتويج ان شاء الله. دكتور يمكن يعني
قوة النادي الأهلي النهاردة وقوة نادي الجزيرة، ده حضرتك طبعا عضو مجلس إدارة منطقة القاهرة لكرة السلة، والنهاردة الفرقتين الجزيرة والنادي الأهلي من منطقة القاهرة، وأكيد كل ما الفرق بتعلى مستواها، يعني الجزيرة السنة دي شد حيلها ما شاء الله ثالث، كل ما الفرق بتعلى بمستواها أكيد أنتوا بتبقوا أسعد ناس، لأن الحقيقة منطقة القاهرة من المناطق اللي شغالة وعاملة شغل كويس. كابتن شريف سليمان رئيس المنطقة الحقيقة يعني من الناس المجتهدة جدا، ومجلس إدارة منطقة القاهرة بأمانة عاملين نواة جيدة جدا. شايفة لما الجزيرة بيرجع في مستوى، أندية القاهرة بترجع في مستوى، بتبقوا فعلا أسعد ناس زي ما أنا بقول ولا لأ؟ أه دي حقيقة بصراحة. إحنا بنحاول بقدر الإمكان يعني ندير المسابقات بشكل يخلي فيه تنافس مستمر ما بين الفرق وبعض، ويخلي الفرق اللي شبه بعض في القوة تلاعب بعض أكتر من مرة. نعم. يعني ما يبقاش في فرق، مش ما فيش أي استفادة ما بين فريق يدخل مع مباراة مع فريق تاني يكسبه بال 30 و40 بونت، مفيش استفادة لكلا الفريقين، اللي بيخسر واللي بيكسب، ولا الكويس اللي كسب ولا الضعيف يعني. فبقدر الإمكان، هو ده اللي خلانا نعمل كأس المنطقة اللي على اسم الدكتور وائل، المرحوم وائل الدياستي، السنة دي للتقريب، أولا عشان نكمل السيزون لغاية آخره، وعشان نقرب ما بين الفرق وبعض، يعني كل الفرق اللي مستوى بعض تلعب بعض اكتر من مره، دي الاستفاده، وما يقفوش عند نهايه بطوله المنطقه الاساسيه. نعم. اللي بتخلص شهر 12 ونقعد طول السيزون ما بنعملش حاجه. نعم. في نفس الوقت الفرق القويه، الفرق العظمى يعني الكبيره، تلعب بعض اكتر من مره، بحيث ان احنا نضمن ان الاحتكاك الكتير بيرفع من مستوى خبرات الفريق اللي موجود، بحيث ان هم يقدروا ينافسوا في الجمهوريه. نعم. او يلعبوا اسكندريه. دي لقطات يا دكتور من ارض الملعب يمكن هتشوفوها حصريا على قناه النادي الاهلي، وزي ما حضراتكم شايفين الفرقتين بيسخنوا، ويعني طبعا نادي الجزيره واضح، ونادي الاهلي طبعا بزيه الاحمر، وعايز اقول انه يعني المباراة ستنطلق في ميعادها إن شاء الله الساعة 8، لأنه الحقيقة ما فيش مباراة قبلنا ولا مباراة بعدين، فالمباراة إن شاء الله تنطلق في ميعادها بإذن الله. ويمكن الدكتور يعني عندك أي أخبار عن نادي الجزيرة في من خلال متابعتك، ولا يعني معلوماتنا قليلة عن فريق نادي الجزيرة؟ لا لا معلوماتي يعني قليلة. يمكن كابتن سلاوي أكيد عندك سلعوة. ممكن أنا قلنا مدربهم مدرب كابتن عمرو عاصم، معاه كابتن مصطفى سعيد لعيب دولي، واعتقد ان الفرقه ملمومه كويس، وفيها اكتر من لاعيبه من لاعيبات النادي الاهلي. زي مين مثلا؟ زي كريم رانا علاء، دولت برضو من العناصر الاساسيه اللي كانوا في النادي الاهلي. بس حضرتك شايف المباراه مش هتبقى سهله باي حال من الاحوال؟ لا لا لا، المباراه مش هتبقى سهله، وهتبقى مباراه حلوه، هنقدر نتفرج على باسكت بول على يعني بيوازي الباسكت بول بتاع الرجال شويه. نعم. اعتقد ان مفاتيح اللعب لدى المدربين، كل منهم حافظ الاخر وبيشتغلوا عليهم يعني، واعتقد ان كل مدرب بيبقى يعني خلاص الدور الثاني ده بيعتبر تطبيق واستعداد. نعم. طب خلينا كابتن سلعاوي دكتور خلينا نروح لقائمه سيدات نادي الجزيره اللاعبات. طبعا يعني اكيد لازم نستعرض قائمه الجزيره، هم ضيوفنا فنستعرضهم الاول. الحقيقه اتفضل يا دكتور. معانا ياسمين محمد حلمي، ومعانا رضوى سالم احمد، كريمان محمد صلاح، رنا علاء الدين، ايه خالد ابراهيم، فاطمه هاني عبد الله، حبيبه حاتم، المحترفه دارستي بيتس، تمام، جانا وائل الشامي، ملك حاتم، وليلى حازم، فرح هشام، وهلا تامر، وكنزي احمد، وجنى اشرف. اشكرك يا دكتور، وخلينا نروح لارض الملعب ومريم سميح مراسلتنا من ارض الملعب عشان تنقل لينا طبعا الاجواء قبل اللقاء، وتنقل لينا حتى التشكيلات النهائيه. قد بيحدث في بعض التغيير في التشكيلات قبل انطلاق اللقاء. خلينا نروح لمريم، اتفضل يا مريم. برحب بيك يا كابتن هيثم، وطبعا برحب بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي كابتن محمد السلعوي وكابتن داليا عرابي، برحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. طبعا يعني الجوله ال 12 من الدور الترتيبي لدوري سوبر لسيدات السله، ولكن خلينا يعني نبقى واضحين، يمكن ده الماتش ال 11 اللي بيلعبه النادي الاهلي طبعا بعد انسحاب نادي الزمالك، ويمكن احنا تابعنا على مدار الفترات الماضيه طبعا عقب الهزيمه الكبيره طبعا اللي كانت في الجوله
الثالثه من سيدات طبعا سله الاهلي لنادي الزمالك كان يمكن 70 بوينت، كانت يعني النتيجه 122-52. يمكن خلاص يعني فاضل جولتين فقط في هذا الدور، بعد كده بننتقل طبعا يعني مرحله بيست اوف 3. يمكن خلاص يعني دقائق قليله او اقل تفصلنا عن بداية هذه المباراة ما بين النادي الأهلي ونادي الجزيرة. حقيقة يعني أن النادي الأهلي داخل بمعنويات مرتفعة، متصدر طبعا يعني الجدول. خلينا نقول كمان أنه هو يمكن كل الدورات اللي فاتت أو كل الجولات اللي فاتت يعني يمكن محقق العلامة الكاملة وفاز في كل المباريات، وكان آخرها طبعا مباراة البنك الأهلي بنتيجة 97-51. الحقيقة أنه هم مأديين أداء عالي جدا، ده طبعا تحت قيادة كابتن طارق خيري. الحقيقه اداء كبير جدا يعني يا كابتن هيثم بنشوفه من سيدات سله الاهلي. خلاص يمكن الجولتين المتبقيتين يمكن سموحه يوم السبت المقبل، ثم اخيرا سبورتنج يوم الثلاث المقبل. يمكن سموحه هيقام هنا داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره ايضا على صاله الشهداء زي ما احنا موجودين النهارده، اما سبورتنج هيكون طبعا على صاله نادي سبورتنج طبعا في الاسكندريه. الحقيقه عايزين نقول ان هذه المباريات يمكن هتبدا عقب طبعا يعني بدء شهر رمضان، اكيد طبعا هيكون في تغيير في مواعيد المباريات. الحقيقه يعني ان هم هيبداوا في تمام الساعه 3 ساعه سواء مباراه سموحه او مباراه سبورتنج، هتكون في تمام الساعه 9 مساء طبعا علشان هتكون بعد الفطار. يمكن يوم السبت ده هيكون ثالث ايام من شهر رمضان المبارك ان شاء الله، فهيكون يعني هو ده اولى تغييرات المواعيد في هذه المباريات. بنتمنى كل التوفيق طبعا لفريقنا ان شاء الله يحقق ان شاء الله برده العلامة الكاملة في المباراتين المتبقيتين، ده طبعا بعد النهاردة إن شاء الله أكيد هنشوف أداء عالي وإن شاء الله يحقق الفوز على نادي الجزيرة. خليني بقى يمكن اقول لك يعني التشكيل النهائي يا كابتن هيثم الموجود لسيدات سله الاهلي النهارده ايضا يعني، ولكن خليني قبل ما انتقل للتشكيل عايز اتكلم عن الاصابات. يمكن كان في صفوف طبعا الفريق يمكن كانوا اصابتين، ولكن الحقيقه النهارده هي اصابه واحده فقط، لان الحقيقه يعني يمكن رضوى رجعت مره اخرى لصفوف الفريق وهتكون موجوده النهارده في القائمه. يمكن هي تغيبت فقط عن ماتش البنك الاهلي الماضي طبعا، ولكن الحقيقه ان هي موجوده النهارده عقب طبعا شفائها من هذه الاصابه. اللي هتكون النهارده مش موجوده هي ندى نافع، بتعاني طبعا من جزع في الوتر الداخلي للركبه او عفوا للكوع. اما بالنسبه لرضوى محمد طبعا رضوى كانت بتعاني من شد من الدرجه الثانيه في الخلفيه، ولكن الحقيقه ان شاء الله يعني هتكون موجوده في القائمه النهارده. ده بالنسبه لاصابات النادي الاهلي. اصابات الحقيقه نادي الجزيره برده يعني يمكن في اصابتين النهارده، ويمكن المدير الفني يتكلم معانا قبل الهوا مباشره مباشرة قال ان دول يمكن يعني اتقل لاعبتين عنده في الفريق، وهو ده يمكن اللي مخلي نادي الجزيره عنده بعض من القلق النهارده قبل طبعا بدء هذه المباراه امام النادي الاهلي، خاصه ان النادي الاهلي بيدخل بصفوفه كامله ما عدا طبعا الاصابه الوحيده لندى نافع. طبعا يعني خلينا اقول ان اصابتين نادي الجزيره هي حبيبه حاتم وفاطمه هاني، وزي ما قال طبعا المدير الفني هو بيتكلم ان دول يعني من اهم اللعيبه عنده او اهم لاعبتين عنده، فعشان كده هو يمكن فيه شوية قلق بالنسبة لمباراة النهاردة. خليني بقى أخيرا يعني يا كابتن هيثم أقول لك القايمة يعني الكاملة للنادي الأهلي الأخيرة. طبعا ميرال أشرف، نادين السلعاوي، ثريا محمد، دين عمرو، رضوى محمد، فريدة وائل، رنيم الجداوي، نهى شتا، حبيبة محمد يارا، أسامة، جايدة خالد، وأخيرا طبعا المحترفة الأمريكية شيكيلي. يمكن دي كانت كل اجواء مباراه اليوم يا كابتن هيثم من داخل صاله الشهداء من مقر النادي الاهلي بالجزيره. خلاص يمكن دقائق قليله جدا بتفصلنا عن بدء هذه المباراه، ان شاء الله بنتمنى لهم كل التوفيق زي ما احنا شايفين اداء كبير جدا خلال الفتره الماضيه، ان شاء الله كمان يكملوا على هذا المنوال والاداء الكبير زي ما احنا متعودين منهم. طبعا بشكرك جدا يا كابتن هيثم، معاك طبعا لو في اي سؤال. مريم سميح من ارض الملعب بشكرك شكرا جزيلا، الحقيقه وفيتي كل حاجه كنا محتاجين نسال عليها سواء تشكيلات سواء غيابات، بشكرك شكرا جزيلا. يمكن دكتور احنا خلاص يعني هو كل حاجه يعني اتقالت، والنادي الاهلي كامل العدد، نادي الجزيره طبعا حبيبه حاتم اصابه، فاطمه هاني اصابه، ربنا يشفيهم يا رب ويعودوا سريعا. بتهيألي برضو يعني ان شاء الله الكف راح ناحيتنا يعني. طبعا انا حاسه كده يعني بعد احنا اتفاجئنا دلوقتي ان حبيبه مش بتلعب وفاطمه مش بتلعب،
وهم فعلا من العناصر المهمه جدا في نادي الجزيره. فاتصور طبعا ان المباراه مش هتبقى بالتوازن اللي احنا متخيلينه يعني. نعم. طب خلينا نستعرض مع الساده المشاهدين سريعا قبل ما نروح للمباراه ترتيب الجدول، ترتيب السوبر للسبع فرق مش الثمانيه بقى بعد انسحاب نادي الزمالك. هنشوف السبع فرق الاوائل لو نستعرضهم مع الساده المشاهدين وعدد النقاط والترتيب ولعبوا قد ايه مباريات. استاذنك يا كابتن سلعاوي استعرضها معانا اتفضل. سبورتنج لعب 11 مباراه فاز 10 وخسر مباراه اللي هي من الاهلي وليه 893 وعليه 707 والفارق 186 ب 21 نقطه. يعني يتصدر الترتيب سبورتنج ب 21 نقطه بس لعب 11 مباراه. لعب مباراه زياده. تمام الجدول اهو. شكرا اتفضل يا كابتن. الاهلي لعب 10 فاز ال 10 بدون هزيمه ليه 927 وعليه 606 الفارق 321 عنده 20 نقطة من 10 مباريات. إذن الأهلي أقوى هجوم ولعب عدد مباريات أقل من نادي سبورتنج بعدد مباراة هي مباراة نادي الزمالك واللي تم إلغاء نتائجها وهي عنده 20 نقطة النادي الأهلي بالرغم من هو لعب مباريات أقل. اتفضل. الجزيرة لعب 10 مباريات خسر 2 وكسب 8 ليه 686 وعليه 600 الفارق 86 وليه 18 نقطة. اتحاد اسكندري لعب 11 مباراة خسر 6 وكسب 5 ليه 806 وعليه 773 والفارق 33 وليه 16 نقطة. سموحة 10 لعب 10 مباريات خسر 6 وكسب 4 ليه 703 وعليه 708 ماينس 5 وليه 14 نقطة. نادي الطيران لعب 10 مباريات فاز 2 وخسر 8 ليه 564 وعليه 752 ماينس 188 ولديه 12 نقطة. يجي البنك الأهلي في المركز ال 11 لعب في المركز الأخير يا كابتن. الأخير هو لعب 11 مباراة. لعب 11 مباراة خسر 10 وكسب مباراة ليه 702 وعليه 762 ماينس 160 وليه 12 نقطة. نعم هنا من ملاحظاتنا هنا في الجدول انه خلينا بس الجدول معانا نادي الجزيره دخل فيه 600 نقطه بس. نادي الجزيره صاحب اقوى دفاع في الدوري حتى الان يعني بالرغم من نادي الجزيره وده على طول يترجم لك شغل المدير الفني. انت لما تشوف الارقام دي تعرف المدير الفني بيشتغل على ايه. دكتور عمرو عاصم يعني مدير فني نادي الجزيره هنا يبان هو شغال عليه، هو شغال على الدفاع وده السبب ليه نادي سبورتنج في المركز الثالث انه الفرقه اللي بتدافع لازم هتبقى في الاخر كويس. دكتور يمكن برضو يعني محتاجين نستعرض تاني قائمه سله الاهلي قبل انطلاق اللقاء لانه اتفضل يا كابتن. المحترفه بتاعتنا الامريكيه شالي كالي هتلعب ان شاء الله، ميرال اشرف، نادين سلعوة، ثريا محمد، دينا عمرو، نرمين ايمن، رضوى محمد بعد عودتها من الاصابه، فريده وائل، ورنيم الجداوي. هنا هتحط متصعده بس نعم. مش اكيد هتلعب النهارده ولا لا. 18 سنه. بيكو حبيبه موجوده ويارا اسامه وجايده خالد ونواشيت. احنا عايزين هنا نشيد بالاثنين الناشئات اللي طالعين هنا حتحوت وجايده خالد، الاثنين كويسين جدا يا كابتن والاثنين بينتظروا مستقبل كويس خاصه ان جايده كمان مرت باصابه قويه السنه اللي فاتت اصابات صليبي وهي صغيره بس هي راجعه كويس دلوقتي راجعه كويسه وان هي منتظر منها يعني. اذا في التشكيل بتاعنا في اثنين من اصل 12 من ناشئين وده برده بدا يبان على كابتن طارق خيري انه بدا يبص على وفي نرمين كمان ثلاثه نرمين ثلاثه انا اسف نرمين ايمن يبقى نرمين ايمن وهنا حتحوت وجايدة خالد. طيب خلينا نستعرض مع الساده المشاهدين برضو يعني اللقاءات السنه دي. الجزيره لعب الاهلي اكتر من لقاء او الاهلي لعب الجزيره اكتر من لقاء، كانت النتائج ايه عشان برضو الساده المشاهدين يقدروا يعني يبقى في زي ترمومتر كده نشوف المباراه هتروح فين. فاستاذنك يا كابتن داليا لو تستعرضيه معانا. في بطوله القاهره الاهلي قابل الجزيره وكسبوا 80-67. نعم. وفي الجوله الخامسه من الدور لدوري السوبر نفس الدور يعني نفس اللي احنا فيه ده. لا المباراه الجديده الماتش الاول كان في منطقه القاهره والماتش الثاني وكسبه 80-67. نعم. واخد منطقه وبعدين قابله في دوري السوبر مره قبل كده وكسبه 91-65. طيب يبقى احنا تاني هنقول النتائج اهي زي ما حضراتكم شايفين. المباراه الاولى كانت بطوله منطقه القاهره واللي كنا زعناها لحضراتكم في نهائي المنطقه وفاز فيها النادي الاهلي بالمباراه وايضا فاز بلقب البطوله 80-67. ولو تتذكروا حضراتكم المباراه فضلت مأزمه لاخر لاخر شوط
لو تفتكروا حضراتكم يعني المباراه دي. المباراه الثانيه وهي مباراه الذهاب كانت في الجوله الخامسه من نفس البطوله اللي احنا بنغطيها دلوقتي لحضراتكم، وخلصت 91-65، ولكن لكل مباراه او لكل مقام مقال. كابتن سلعاوي يمكن احنا بتهيألي كده لحظات، لا اللي فاضل 10 دقائق. طيب لو ينفع نجيب الحكام طاقم تحكيم المباراه، مهم جدا برضو، هيكون حاجه جيده ان شاء الله، واكيد هتجينا عشان نعرف مين طاقم تحكيم المباراه سواء في ارض الملعب او في الترابيزه. بس خلينا الاول نستعرض الجهازين، الجهاز الفني للنادي الاهلي والجهاز الفني ايضا لنادي الجزيره. دكتور لو نستعرض مع حضرتك الجهاز الفني للنادي الاهلي. عندنا طبعا كابتن طارق خيري مدير الفني للنادي الاهلي، كابتن كريم محمد المدرب العام، كابتن عليا محمود اسيستنت كوتش مساعد مدرب، كابتن ماجدة فوزي المدير الاداري، مشير عبد العليم الاداريه، كابتن اكرم عادل مخطط الاحمال، كابتن محمد اكرم المحلل التقني، دكتوره مروه الحسيني طبيبه الفريق، ودكتوره ياسمين اخصائيه العلاج الطبيعي، ودكتوره مي القاضي السايكاتريست او الاخصائيه النفسيه. تمام. طب كابتن سلعاوي محتاجين برضو نستعرض الجهاز الفني نادي الجزيره، والحقيقه اللي عاملين شغل كويس لازم نشيد بيه اكيد. اكيد طبعا، الكابتن عمرو عاصم مدير فني، كابتن مصطفى سيد مدرب عام، نهال سعد الدين مدرب مساعد، هيثم ممدوح المدير الاداري، فريد سمير مخطط احمال، الدكتور عبد الغني محمد علاج طبيعي، وعلي عبد الباري اخصائي. نعم، وطبعا بنشكر الدكتور وائل ابو العزم بعت لنا تشكيل الحكام، حكام الملعب وايضا حكام الطاوله. هنبتدي بحكمي لقاء الملعب، يعني في الملعب هيكون في حكمين فقط اللي هيكونوا في ارض الملعب، وهي كابتن منى علي حكم اول، وكابتن مصطفى عبد البصير حكم ثاني. اما حكام الطاوله فهيكون عبد الله مهدي ورنا جباره واحمد طارق وبلال وائل، دول حكام الطاوله. تاني هنقول لحضراتكم الحكام، حكام الملعب هيبقوا حكمين فقط وليس ثلاثه، منى علي مصطفى عبد البصير دول حكمي الميدان او حكمين الملعب. بالنسبه للطاوله عبد الله مهدي، رنا جباره، واحمد طارق، وبلال وائل. طبعا نتمنى التوفيق اكيد لحكام اللقاء ان شاء الله عشان يظهروا بمظهر جيد في يعني لان طبعا الحكام احد اهم عناصر اللعبه زي ما حضراتكم عارفين. دكتور سؤالنا المعتاد قبل يعني الذهاب لارض الملعب، توقعات حضرتك للملعب او للمباراه؟ يعني ان شاء الله هيبقى مباراه قويه باذن الله. الجزيره عامله موسم كويس قوي، مستواها ثابت طول المباريات، هم فريق دفاع جيد جدا. اتوقع ان شاء الله ان الدنيا مش هتمشي بسلاسه يعني، ويبقى في منافسه جيده يعني باذن الله. كابتن سلعاوي توقعات اللقاء، خاصه ان برضو انت يعني عندك الحمد لله حلول، عندك تحت الحلقه كويس، عندك الجاردات، عندك البوينت جارد، فعندك حلول، شايف الماتش النهارده هيمشي ازاي وتوقعاتك ليه يا كابتن سلعاوي؟ اعتقد انها مباراه ان شاء الله هتكون مباراه جيده، الناس هتنبسط منها، اعتقد كمان ان دي بروفا نهائيه قبل لقاء سبورتنج الهام يوم الثلاث الجاي ان شاء الله، وفي سموحه قبليها، لكن دي اعتقد دي اللي هتبقى البروفا الاساسيه اللي هيحاول يطبق فيها المدرب خططه الهجوميه والدفاعيه. واعتقد ان ممكن نادي الجزيره هيبقى ند قوي من اول المباراه، وبرضه نادي الجزيره لديه لاعبات جيده تحت السله وخارج وصانع لعب جيد وقطرات او اجنحه جيدين، فاعتقد انها تبقى مباراه جيده ممتعه من الطرفين. طب كابتن يعني اكيد الساده المشاهدين بتسالوا، طيب احنا بعد الجوله دي هيبقى شكل الدوري ايه؟ هنروح ازاي؟ يعني دلوقتي في 7 فرق مش 8. فاتصور ان الاخير هيطلع الاول من التصفيات تحت هيطلع، هيبقوا 8. اللي هو التاسع هيطلع هيبقى هو الثامن. الاهلي هياخده، هيلعبه. طيب بيست اوف 3 برضه، بيست اوف 3. وبعد طيب قبل النهائي، قبل النهائي هيبقى اعتقد برضه هيمشي كله بيست اوف 3، مش زي الرجال. لا الولاد هيبداوا من الدور الجاي بيست اوف 5، وقبل النهائي بيست اوف 5، فاينل بيست اوف 7. لا ما اعتقدش 7، كله 5. بالتالي هيبقى كله 5 بقى. طيب احنا عندنا الاسكواد يتحمل الماتشات دي يا كابتن؟ عندنا في النادي يتحمل البيست اوف 3 بالنسبه لينا السيدات، ما عندناش مشكله، مفيش عندنا مشكله، لان عندنا 12 بنت او 14 بنت كلهم على مستوى واحد، وان اي حد بيدخل بيأدي بنفس القوه، لان كلهم بياخدوا جرعه تدريبيه واحده وكلهم متعودين. واصلا ان القطاع بتاع الناشئين لما حد بيتصعد من الدرجه الاولى فبيتصعد عن قداره واستحقاق.
دكتور شايفه وهو ده اللي بيميز الاهلي. يعني انا شايفه ان اللي بيميز الاهلي ان فعلا ال 12 لعيب كلهم ينزلوا في اي وقت في الملعب، بيدي حريه كامله للمدرب ان هو يتحرك فيهم، وهو حاسس ان هم بنفس القوه بنفس الاداء بنفس كل حاجه، وده اللي بيميز الاهلي عن بقيه الفرق، وهو ده اللي بيحسم نتيجه الماتش يعني. بس كده يعني خلينا نتكلم يا دكتور بالارقام، احنا كده تقريبا عدينا اكتر من نص الموسم، يعني احنا بنتكلم في بطوله القاهره عدت، السوبر المصري عدى، التمهيدي فاضل فيه مباراتين هيعدي، بعد كده هتخش على البلاي اوف، يعني انت المتبقي لك، وبعد كده كاس مصر المتبقي اقل من اللي فات، صح ولا غلطان؟ بس ورا بعض ورا بعض، فتره قصيره يعني فتره قصيره، ففي ضغط على اللعيبه وفي اوفرلود بدني عليهم ونفسي وكل حاجه، فالماتشات لما بتبقى مضغوطه لا انت بتبقى محتاج الفرقه كلها تكون جاهزه. صحيح صحيح، ملاحظه جيده. لا ومصلحه يعني الماتشات يعني الدكتور بيقول لك اللي فات اكتر ولكن اللي جاي اقل، كعدد مباريات بس مضغوط، ولكن مضغوط مضغوط، بس هو ده كابتن هيثم، هو دي طريقه اللعب في افريقيا، المنتخب لسه راجع، كانوا لاعبين 7 ماتشات في 6 ايام، هي الضغط ده يعني الضغط ده هو اللي مصلحه مصلحه الفرقه. وبعدين لما بيكون عندك فريق كله على مستوى واحد مفيش مشكله في موضوع الضغط، حمل الماتشات زي ما انت عايز، يعني الماتشات كلها مش مستوى واحد، يعني الماتشات كلها الاول لما لعب الثامن ممكن تريح شويه بعض اللعيبه. طب منتخب السيدات تاهل عن جداره واستحقاق من تصفيات المجموعه الخامسه وتأهل لنهائيات افريقيا، شايف النهارده كابتن سلعاوي، وبرضه اكيد هاجي الدكتوره داليا اعرف رايها، شايف النهارده بعد الدوري الحقيقه الكويس بتاع السيدات، النهارده الدوري فيه 4 5 فرق كويسين جايو كويسين جدا، شايف النهارده نقدر نحقق نتيجه احسن مع المنتخب في بطوله افريقيا؟ اعتقد هذا، واعتقد ان البنات دي احسن من احسن الاجيال اللي جت في مصر في الفتره دي، وبدليل ان احنا عندنا منتخب بنات 5 على 5 قوي جدا، في منتخب اللي هو اتحاد 3 على 3 في من واصلين كاس عالم، نعم في البنات برضو 3 على 3، فاحنا في نهضه في كره السله بالنسبه للبنات غير مسبوقه، يعني انا في رايي الشخصي كده، يعني انا عصرت على كاول نادي مصري، عصرت اجيال قبل كده، بس اعتقد ان الجيل اللي موجود ده، وزي ما الدكتوره بتقول ان نادي سبورتنج حقق بطوله افريقيا، ولو الاهلي دخل هيحقق بطوله افريقيا ان شاء الله، فالدنيا حلوه كويسه، محتاجه شويه يعني ايه شويه دعم وشويه زق وشويه احتكاك. دكتور متفق مع كابتن سلعاوي في الكلام ده؟ جدا جدا جدا، من احسن الاجيال اللي كانت موجوده عامله نتائج اكثر في الاهلي ولا في مصر؟ في مصر على مستوى مصر، ما هو معظمهم من الاهلي وسبورتنج، يعني مش عايزين يعني، هو فعلا محصوره ما بين اكبر قطبين لكره السله في مصر في البنات، عاملين نتائج هايله جدا على مستوى الانديه، عاملين نتائج هايله جدا على مستوى المنتخب، احنا 3 على 3 عاملين فيها نتائج رهيبه جدا جدا، وفادت البنات جدا كخبره وثقه وكل حاجه، 5 على 5 مدرب قدير معاهم وفرقه اكثر من هايله، لا انا شايفه القادم ان شاء الله افضل منتخب مصر باذن الله. اعزائي المشاهدين، بستاذن كباتن الكبار الموجودين في الاستوديو، هنروح لفاصل، وبعد الفاصل هنروح لصاله الشهداء بمقر النادي الاهلي بالجزيره لنقل احداث المباراه، الاهلي والجزيره سيدات في الجوله ال 12 ومعلقنا الكبير الكابتن وائل ابو العزم، الفاصل ثم الى المباراه. شكرا معلقنا دكتور وائل ابو العزم. اذا انتهت احداث الفتره الاولى والثانيه بتقدم النادي الاهلي 36-24 في مباراه الحقيقه النادي الاهلي تقدم في 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 كلا الاوقات، في الشوط الاول او الشوط الثاني كان النادي الاهلي متقدم، ولكن يمكن الشوط الثاني كان افضل بكثير للنادي الاهلي. ارجع لضيوفي كابتن داليا عرابي وكابتن محمد السلعاوي. كابتن داليا، عندك كتير تقولي عن الشوط الاول والثاني؟ والحقيقه الشوط الاول كان الفرقتين نازلين مش عارفه في شده شويه يمكن، فقعدنا لغايه نص الشوط الاولاني تقريبا خلص، والسكور كان لسه 6-3، وده دليل ما كانش يعني دليل دفاعي على ان الفرقتين بيلعبوا ديفنس كويس، على قد ما كان هما كانوا بيجلوا كتير الفرقتين يعني. بس الجزيره الحقيقه كانت بتوصل للباسكت احسن من الاهلي يعني، بس الفينش بتاعهم ما كانش احسن حاجه. من اول الماتش وهم نازلين متوترين، وده ملاحظ جدا، ما فيش تركيز على الباسكت خالص، بيجلوا ايزي لابس، وبيجلوا كانت فرص كتير جدا بالنسبه لهم. انا بتصور ان الفرص دي لو كانت جت كانت حطت الاهلي في موقف بايخ يعني، او احراج، او ايكوال جيم من اول الماتش ما ابتدى يعني. الشوط الاولاني خلص 15-11، كان حصل تفوق في الشوط الثاني يمكن شويه،
من وجهة نظري كابتن طارق كان بيغير تغييرات من قوي لأقوى. نعم. يعني هو سحب سوريا وسحب ميرال من الملعب ونزل نادين ونزل المحترفة، وده بيحمل إجهاد على لعيبة الجزيرة. أكيد طبعا. لأن هم أمهم نفس. نعم. البنات. نعم. مفيش أي تغييرات بتحصل. زود نسبة التجلية عندهم أعلى لأن هم بيهلكوا. نعم. بدنيا يعني، فحصل تفوق للأهلي في الشوط الثاني أكتر يعني. نعم. كابتن سرعاوي يمكن بتتفق مع دكتورة داليا، نادي الجزيرة وصل للمربع كتير، وصل للحلقة الأهلي ولكن جلة، ولكن برضو ده ما يقلش أبد نادي الأهلي حاطط متوسط 36 نقطة، أنا حاطط 18 نقطة في الكورتر. بس الأهلي خسران الشوط الثاني. لا الشوط الاول خلص الشوط الاول. الشوط الاولاني 15-11، الشوت الثاني 36-24. لا الشوط الاهلي النادي الاهلي كاسب الشوط الثاني. كسبان يعني. انا الشوط الثاني كسبان الشوط الثاني، بس الفكره جايه منين؟ الفكره انه كسبان الاول وكسبان الثاني، بس الفرق في الثاني اكبر. أيوة. يعني الفرق 4 بونت في الثاني نادي الاهلي، ولكن نجاح من نادي الجزيره عشان نقول برضو يعني يبقى حقانيين، نادي الجزيره نجح انه يخلي نادي الاهلي بكل ادواته الهجوميه دي انه يحط متوسط 18 نقطه في الكوارتر. ده نجاح دفاعي النادي الجزيره، وده اللي قلناه قبل المباراه ان الجزيره عنده دفاع قوي. هي برضو بدايه، انا حاسس ان كانت بدايه متوتره شويه من النادي الاهلي نتيجه للدفاع القوي جدا من نادي الجزيره، انه قدر يستطيع يقفل كل مفاتيح لعب النادي الاهلي، وكان مدرب نادي الجزيره محضر كويس. النادي الاهلي دخل حوالي بعد 6 دقائق في المباراه قدر يفرض اسلوب لعبه شويه، فالسكور راح ب 11 بونت و 12 بونت بالفارق. لكن اللي عايز اقوله ان هو كابتن طارق خيري نوع ما بين الشوط الاولاني لعب مان تو مان، والشوط الثاني لعب زون ديفنس بسيط، زون ما كانش كتير قوي. سأل الاوقات مان تو مان الجزيره ما لعبش زون خالص. لكن اعتقد ان فريق نادي الجزيره فرقه كويسه متمرنه، العابه بالسريعه على في الفاست بريك، لكن كان ينقصهم انهاء الهجمه بصوره جيده. وعندنا في نقطه مهمه يعني حاولت فيها المباراه، وهي مشاركه اللعيبه شيل الامريكيه اللي هي لعيبه النادي الاهلي. 8 بونت ورا بعض، 13 بونت فده يمكن اللي نقل الفرقه نقله كبيره جدا. ما كنا بنعاني الاول شويه في التسجيل، بدليل يا كابتن ان احنا الشوط الاول حاطين 15 نقطه، الشوط الثاني حاطين 19 نقطه. بس بكلتا الاحوال برضو يعتبر سكور ضعيف بالنسبه للنادي يعني. النادي الجزيره ناجح في دفاعه بصراحه، ناجح في دفاع كقوه هجوميه عند نادي الاهلي تعتبر يقابلها دفاع جيد، فما ادى السكور ضعيف. ما احنا قلنا في الاحصائيات في اول المباراه النادي الجزيره دخل فيه 600 نقطه بس في 10 مباريات، افريج حوالي 60 نقطه في الجيم، وده افريج متوسط جدا، ده او بيخش فيهم في الكوارتر الواحد 15 نقطه. يعني يا كابتن انا بس عايز اقول حاجه، النادي الجزيره تحس ان هم حافظين 15 نقطه في الكوارتر، حتى الكوارتر الاول مع الاهلي خلص 15 نقطه، حافظين دفاع، شغالين دفاع جماعي، شكل بصراحه دفاع قوي جدا قدر يقفل في كل مفاتيح لعب النادي الاهلي. الشوط الاولاني اعتقد ان ايه خالد لعبت الجزيره او لعبت الاهلي السابقه كانت نجمه المباراه، وعندنا كان من نادي رنيم ونهى شتا. الشوط الثاني بيبقى كان فيه اللعبة الامريكيه شي خدت كمان الشوط الاول، جزء خدت الاضواء في الشوط الثاني بجانب فريده وائل ونادين السلعاوي، واعتقد ان المباراه لغايه دلوقتي مقفوله يعني مغلقه شويه بين الطرفين نتيجه للفرقتين حافظين بعض كويس قوي. كابتن داليا يمكن احنا قلنا ان الجزيره دفاعه قوي، صحيح. وان الجزيره مش احنا اللي بنقول ارقامه، كل الارقام هو النادي الاهلي داخل فيه 606 نقطه، النادي الجزيره 600 بس، هم دافعين متشابهين بس نادي الجزيره يعني المحترفه طبعا مش زي المحترفه في النادي الاهلي، صحيح. النادي الاهلي النهارده عمل تغييرات، يعني يمكن حتى الان شارك تقريبا 8 او 9 لاعبات من الموجودين في السكور، يعني النهارده كل مدرب داخل باهداف ثانيه مختلفه عن التاني. طبعا. هو من الواضح ان الاهلي كمان مش منزل، يعني هو موزع قوته على كان على الشوطين. يعني سواء الثلاثة اللي قدام أو السنترز اللي تحت هو موزع، يعني حاطط من ده على ده، هو مش نازل بقوة الأهلي كله في شوط واحد. نعم. وأعتقد أن ده مقصود. التغييرات شوية، رنيم كانت مسيطرة تحت الباسكت في الدفاع بتاع الأهلي أو في هجومها في ريباوند أو سواء في الديفنس، كانت أول واحدة بترجع وأول واحدة بتقابل، وكانت عاملة شغل رائع. يمكن يارا لما نزلت يعني هي لسه منتقلة جديد، يعني أنا برضو يارا بلتمستها العذر بصراحة لسه جديدة، يعني يارا جاية وكمان جات على نص الموسم ولسه مش فاهمة الفرقة قوي، وأكيد أسلوب لعبها في الزمالك كان مختلف، أسلوب التدريب كمان وأسلوب التدريب ولسه صغيرة يعني لسه يعني منتقلة من الزمالك
الزمالك للاهلي ولسه صغيره لسه ما دخلتش في الاجواء، ما حضرتش فتره اعداد معاهم وبتتشد اكيد طبعًا. يعني عندها رهبه طبعًا غير طبعًا. غير ما كانت غير بقيه الفرقه صح. في رهبه عندها تحدي انها عايز تثبت نفسها، هي تغيير ترانيم برضو ده تحدي لوحده صحيح. يعني ده قصه صحيح. لوحدها الا انها بتحاول تبذل مجهود عالي، هي لعيبه جيده جدا يارا لعيبه جيده جدا يعني. بس وكل الناس ملتمس لها العذر يعني حتى لو مش مستواها الطبيعي اللي احنا معاهدينه علينا، لعيبه منتخب يارا لعيبه منتخب، فهي هتجيب نفسها مع الوقت بالظبط. يمكن اللي ظبط الشوط الثاني الثلاثيتين بتاعت نادين وفريده والدخول الكتير للمحترفه الامريكيه هي اللي ظبطت الشوط الثاني للنادي الاهلي يعني. طب كابتن يعني قوه بدنيه غير عاديه يعني بتعدي على اللعيبه وتحط الباسكت صحيح صحيح، قوه بدنيه كبيره ما شاء الله الله اكبر. بس خلينا نقول ان ليه نادي الجزيره من وجهه نظر حضرتك كابتن سلعاوي ما لجاش لدفاعات زون في بعض الفترات؟ هل خايف من من الشويطه بتاعنا؟ طبعا هو اي فرقه بتلاعب النادي الاهلي ها مفيش زون ديفنس بينسوه، اي مدرب استحاله يكون بيحضر على النتيجه. انا امن مين يا كابتن؟ سرايا شوطر نادين، الجنرال اشرف شوطر نادين شوطر، الامريكيه بتشوط ورانيم بتشوط، فعندك خمسه من اللي موجودين، والبليمكرات صنع لعب رضوى وحبيبه بيجي. طب ما هو كابتن عنده برده ازمه لو لعب زون لو مان يعني، دكتور عمرو عاصم عنده ازمه ولاعب مان، المان تو مان بنتريشن كتير بيخش يعني النادي الاهلي بيخش بنتريشن كتير، فانت شايف الخسائر ممكن تبقى اكتر ايه فين؟ لو لعب مان تو مان خسائر الجزيره لو لعب مان تو مان ولا لو لعب زون على الاهلي؟ لا مان تو مان لو بدليلنا ناجح، لا انا قصدي الخسائر الاكتر هتبقى في الزون زون لكن هو المان تو مان ناجح فيه بدليل اللي احنا حطينا 36 نقطه في الشوطين 18 بونت على القوه الهجوميه بتاعتك مع نادي الجزيره يعني. لكن انا اعتقد في الشوط الثالث في الشوط الثالث هتبدا سوريا تصحى شويه لانها لعيبه مميزه جدا، وميرال اشرف لعيبه مميزه يعني، عند في كذا لعيبه اللي ما جابش في الاول هجيب في الثاني، ما جابش في الثاني هجيب في الثالث. فانت ما شاء الله عندك اللي كويس في النادي، في الميزه في النادي ان مفيش يعني مفيش نجم واحد، لا لا ما تقدرش كل مباراه تحس ان في واحد او اثنين او ثلاثه هم اللي النهارده شايلين وشكلهم حلو بتاع المباراه اللي بعديها تلاقي ثلاثه غيرهم يعني، ده ودي قوه النادي الفرقه، هو ده اللي بيفيد بقى في البيست اوف 3 اللي هيحصل. طب دكتور عايز اسالك سؤال يعني، تبرري ايه او تفسري بايه انه نادي الجزيره وصل كور كتير جدا سهله، كان في كور كتير جدا نادي الجزيره كان ممكن يسجل منها وجلى ليه؟ ايه السبب؟ انا بشوف ان في الاول اول ما ابتدى هو كان في توتر للبنات واضح في الفرقتين، ولما جه جلى تاني جلى اجهاد يعني، هما ما بيتغيروش، البنات بذله مجهود رهيب. انت احنا عندنا عمالين نغير عليهم من 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 من, من قوي لاقوى، من قوي لاقوى، كل تغييراتنا احسن من بعض بنفس الباور، هما لا بيتعبوا. الاثنين مدربين اهدافهم مختلفه عن بعض. اعتقد كابتن عاصم عمرو عاصم هدفه الحفاظ على المركز الثالث، بقى اقل خسائر بقى اقل خسائر بحيث ان هو يبقى في مرتبه يعني، اعتقد مع الناس اللي معاه انه يبقى ورا سبورتنج والاهلي ده انجاز بالنسبه لنادي الجزيره. اعتقد ان بتفكيره في ماتش سبورتنج وماتش سموحه قبليها، فعنده راحه متلاحقه، ناس راجعه يعني كل مدرب ليه حسابات خاصه في هذا الجيم. كابتن سلعاوي بشكر حضرتك، دكتور داليا بشكر حضرتك، اعزائي المشاهدين خلينا نرجع تاني صاله الشهداء ومعلقنا المميز الدكتور وائل ابو العزم عشان ننقل احداث الفتره الثالثه والرابعه من مباراه كره السله الاهلي والجزيره في الجوله ال 12 في دوري سوبر سيدات اللي بيتلعب دلوقتي موسم ترتيبي او حتى الان ما دخلناش في الفاينلز، دي الجوله ال 12. خلينا نروح لصاله الشهداء فالى هناك. شكرا معلقنا الدكتور وائل ابو العزم. اذا انتهت احداث المباراه بتفوق النادي الاهلي 77-65، مبروك النادي الاهلي، هارد لك نادي الجزيره. ارجع لضيوفي اللي منورني في الاستوديو كابتن سلعاوي، يعني يمكن الشوط الثالث والرابع كان افضل بكثير اداء النادي الاهلي، ولكن يعني نادي الجزيره مادي برضو اداء جيد مكلبش في الجيم يعني، يخلص 12 بونت انا شايف ان ده يعني نتيجه معقوله لاداء المباراه. طبعا احنا عايزين نقول مبروك للنادي الاهلي، فوز مستحق، هارد لك نادي الجزيره. بصراحه نادي الجزيره قدم مباراه رائعه دفاعا وهجوما النهارده يعني. لو جينا قلنا اتكلمنا على الشوط الثالث والشوط الرابع، هنلاقي الشوط الثالث احنا كنادي اهلي خسرانين 6 نقاط، دفاع الجزيره كان قوي جدا
ومستحوذ على جميع الكور على الباسكتين. الاهلي اليوم اعتقد كان يفتقد للعب الجماعي شويه، استسهلوا المباراه، قدر الجزيره يفرض اسلوب لعبه او يخلي النادي الاهلي يمشي في اتجاه اللعب اللي هو عايزه. نعم. ف كان عندهم طماره لعيبه كويسه في الجزيره، ايا خالد لعيبه كويسه، لعيبه كويسه، كريمان لعيبه كويسه. النادي الاهلي نجوم على فترات، رنيم شويه، الامريكيه شويه، نادين شويه، سوريا شويه، اشرف ميرال، ميرال اشرف على فترات. لكن اعتقد ان الكابتن طارق قدر يعني يحط خريطه في دماغه لرجوع الناس المصابه ودخول الناس، يعني اعتقد بس النهارده كابتن طارق لعب بتسع لاعبات بس، يعني الاثنين الصغيرين ما لعبوش، جايد خالد او لعب كمان يمكن بثمانيه، لانه احنا عندنا في السكور في يعني عندنا في نرمين ايمن ما لعبتش مظبوط، وفي جايده خالد ما لعبتش، وفي هنا حتحوت ما لعبتش، ودينا عمر موجوده في سكور، اربعه ما لعبوش. النهارده لعب بثمانيه فقط كابتن طارق خالد، لعب بثمانيه. ما انا بقول لك المباراه دي بروفه اساسيه للمباراه القادمه. اعتقد المباراه القادمه هتبقى الموضوع صعب انه يلعب باكتر من كده، يعني لكن المباراه دي بالنسبه للنادي الاهلي انا في رايي ان خارج توقعاتنا. يعني احنا انا شخصيا متابع التمارين والفرقه وكده، قطعت يعني كانت حاله الفرقه احسن من كده بكتير بصراحه. ممكن خلي بالك الفرقه لكن في اثناء الموسم اب اند داون بتبقى طالعه ونازله، لكن هي زي ما انت بتقول برضو صح، ان ممكن تكون الكيرف شويه بيطلع وينزل. بالعكس انت تنزله في الوقت اللي انت ما عندكش فيه ماتشات حساسه او ماتشات مهمه، لكن هي مباراه لا تدعو لاي قلق، الفرقه جيده جدا. لكن هو النهارده افتقدوا الاداء الجماعي دفاعا وهجوما. نعم كابتن داليا، شايفه ازاي التلات والرابع، خاصه ان الجزيره كان عامل دفاعات قويه يعني بصراحه، يعني قفل جامد بيرتد بسرعه، ومع ذلك النادي الاهلي نجح انه يخلص المباراه فرق 12 بوينتس. هو طبعا انا موافق كابتن سلعاوي، هو الجزيره فعلا عامل ديفنس جامد، بس هو فاتح الملعب قوي، فدايما لما تيجي تبص بعد الكوره ما بتتشاط ما بتلاقيش غير سيطره اهلاويه تحت الباسكت. نعم. يعني نهى ورنيم في بدايه الشوط الثالث هم اللي على طول تحت الباسكت، الجزيره بيلعب مفتوح او يشوط ما حدش بيخش يعمل فول ورا الكوره. قصدي حضرتك في دفاع الجزيره ولا في هجوم الجزيره؟ في هجوم الجزيره. ما عندهمش سكند شوت خالص خالص، ما فيش حد من الخمسه بيخش حتى يتراي انه يعمل فولو بعد الكوره، وهم كانوا بيلعبوا لعب مفتوح وبيشوطوا كتير. بس الجزيره برضه وما كانوش موفقين، عندها يعني لاعب واحد بس تحت الحلقه، يعني ما عندهمش لعيبه كتار. ما هو ده سبب من اسباب خسارتهم. نعم. يعني ده مش سبب صغير. نعم. سيطرة الريباوند والفولو ده مش سبب صغير خالص، بلس ان احنا انا معرفش انا طول الماتش تقريبا بحاول ارصد لنا ان احنا جالينا 3 بوينت واحده الفرقه فرقه الاهلي ما حصلش. لا ما شاء الله أكبر. الفرقه كلها حطت 3 بوينت، يمكن لو بنشوف الاحصاء دلوقتي انا حاسه ان احنا نسبتنا 95 من 100، يعني سوريا جابت كتير، وميرال جابت ونادين جابت ورنيم طلعت بره وجابت اتنين ورا بعض، جابت اتنين ورا بعض ومحدش شاط وما جابش، يعني ومعانا ديفنس او من غير ديفنس، وده طبعا عشان على ارضنا وحافظين الحلقه، وده اللي كان بيعمل فرق السكور. طيب بس النهارده لو ما كانش بيحط كم 3 بوينتس اللي حطها، هم بيسهوا عننا شويه، نسبتنا 100% فرقه كلها بتشوط، الفرقه كلها بتجيب، لو كان غير موفقين شويه مع ريباوند كويس من الجزيره انا متهيألي الماتش كان. دكتور استاذن حضرتك واستاذن كابتن سلعاوي، خلينا نروح لارض الملعب ومريم سميح مراسلتنا، ولقاء مع نجمه الشوط الثالث والرابع لدين السلعاوي. اتفضل يا مريم. برحب بيك مره ثانيه كابتن هيثم، برحب طبعا بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي كابتن داليا عرابي، كابتن محمد سلعاوي. طبعا عقب انتهاء يعني مباراه النادي الاهلي والجزيره 77 65 مباراه صعبه على كل المقاييس، يعني كانت مباراه الحقيقه نقدر عليه نقول عليها ان هي الند بالند، ولكن الحقيقه ان احنا دلوقتي معانا واحده من نجوم هذا اللقاء كابتن دين سلعاوي، بنرحب بيكي على شاشه قناه النادي الاهلي. الف مبروك، مباراه صعبه مش سهله ابدا على كل المستويات، يمكن ما فيش فرق كبير ما بيننا وبين الجزيره، بالعكس كان هو يمكن في الكوارتر الاول فرق ب 2 بوينتس او 3 بوينتس عننا. شايفه النهارده المباراه ازاي؟ يعني هو الحمد لله على الفوز اكيد، بس مباراه يعني احنا غير راضيين عن ادائنا واحنا عارفين كده، يعني كان في تقصير من عندنا،
هنحاول نعالجه طبعا الايام اللي جايه دي، عشان احنا عندنا ماتشين كمان يعني يمكن يكونوا اجمد، سموحه وسبورتنج، هنروح لهم كمان اسكندريه. يعني هو الحمد لله طبعا على الفوز، بس كويس ان احنا قدرنا يعني نقدر نشوف نفسنا الاخطاء اللي احنا عملناها النهارده ونحسن نفسنا عشان اللقاءات الجايه. نادين، كنت سبب كبير النهارده جدا في الفوز، او ان احنا يعني نرجع يبقى في فرق بوينتس كبير، خاصه الكوارتر الثالث والرابع. يعني ادائك النهارده الحقيقه كلنا بنتكلم عنه لسه في الاستوديو، برده كابتن هيثم كان بيتكلم، يعني عايزين نتكلم على الاداء ده وازاي قدرتي ان انت تعوضي البوينتس دي كلها. هو الحمد لله يعني هو انا عادي كنت بره وعارفه الكوتش عنده ثقه فيا، فلما نزلت يعني حاولت اعمل اللي عليا. يعني احنا زي ما قلت في الاول احنا غير راضيين، انا غير راضيه برضو عن ادائي ولا اداء الفرقه، وعارفين ان احنا يعني كنا قصرنا في حاجات في المباراه، يمكن احنا اللي خلينا الجزيره اللي تخش في الجيم. احنا كنا ممكن يعني نعمل فرق سكور ونخلص الماتش من بدري زي ما بنعمل في كل مباراه، بس يعني كويس ان هي يعني الحمد لله عدت وكسبنا، وان شاء الله ربنا يوفقنا في اللي جاي. اللي جاي يمكن خلاص فاضل ماتشين في الدور ده، سبورتنج وسموحة، يمكن تحضيرات تبقى مختلفة شوية، مواعيد المباريات مختلفة، لأن تحديدا يعني سموحة هيبقى ثالث يوم رمضان، الاستعدادات بقى للفترة اللي جاية. والله الكوتش كان لسه بيتكلم معانا، عايزين نبتدي نتمرن في مواعيد الماتشات اللي هنلعب فيها. احنا تقريبا كل ماتشاتنا تبقى الساعه 9، فاللي هو بعد الفطار بما فيش. زي ما قلت لك عندنا ماتش سموحه في النادي ده ثالث يوم رمضان، ماتش قوي جدا واجمد كمان بعديه سبورتنج في ملعبهم. يعني احنا هنتمرن من بكره، احنا مش واخدين اجازه، وان شاء الله ربنا يوفقنا في اللي جاي. نورتينا يا كابتن نادين، والف مبروك مره ثانيه. ميرسي ميرسي. ده طبعا كان لقائنا مع واحده من نجوم مباراه النهارده، يمكن زي ما انت قلت يا كابتن هيثم فارق كبير جدا طبعا سببته كابتن نادين السلعاوي النهارده في المباراه. لسه طبعا مستمرين معاك في لقاءاتنا، طبعا يعني مباراه حقيقه كانت كبيره جدا، شفنا اداء كبير جدا، هنكون مستمرين معاك طبعا من داخل صاله الشهداء. يعني يمكن هيكون معانا لقاءات بعد قليل كتير جدا، سواء من فريق النادي الاهلي او ايضا من فريق نادي الجزيره. مريم سميح بشكرك شكرا جزيلا. الحقيقه يعني نادين ادت اداء كويس، ما حضراتكم شايفين، يمكن نادين عندها يعني قدره كبيره جدا على التحكم في اعصابها، بيبقى في ثقه في الاوقات المهمه، لان هي الحقيقه ما بتتوترش، وده كان باين جدا في كلامها ان كابتن طارق خيري بيكون دايما مديها الثقه او بيثق فيها في الاوقات المهمه، لانه بيبقى اللاعب اللي عنده ثبات انفعالي بيبقى ده مكسب كبير، خاصة لو مهاراته عالية. وكنت بتكلم مع كابتن سلعاوي، يعني ممكن كابتن سلعاوي يبقى شهادته مجروحة يعني طبعا، ولكن وانا بس خلينا نسأل حضرتك عن نادين، بلاش نسأل كابتن سلعاوي. انا بحس بصراحة ان نادين عندها تحمل مسؤولية عالي، هي عارفة ان هي واحدة من الناس اللي بيعتمد عليهم في الملعب. فلما بتحس ان هي ممكن تكون مش مجمعة نفسها كويس او عندها قصور شوية او كده، هي بتعرف تتعامل مع نفسها. يعني بتقوم مفوقه نفسها وتصحصح بقى كده وتدخل في المود وتقوم فرقه. وكمان يا كابتن انا بتجيد التعامل مع نفسها. كنت بقول لكابتن سلاوي حاجه، لو حضرتك فاكره واحنا بنتفرج على الماتش، نادين بقى عندها ما شاء الله اكبر، ربنا يحفظها، سرعة. بقى في سرعات يعني هي كانت سريعه بس السرعات ضعفت، اكيد بتتمرن، اكيد شغاله على نفسها عشان يبقى فرق السرعه بسرعتها بالكوره ومن غير الكوره بقت اعلى. هي سرعه تفكير، يعني هي نادين الكات اللي عملتها مع رضوى ودخلت وحطتها، هي دخلت دخلتين اقتنصت كده فيهم مكان جود بوزيشن ودخلت، فهي عندها بقت بتفكر بسرعه، تباصي بسرعه، بقت بتعمل كل حاجه بسرعه من اول التفكير لغايه نهايه الاداء المهاري بتاعها. دكتور خلينا نروح لارض الملعب تاني ومريم سميح واللقاء مع احد السناتر النهارده اللي شالوا اللقاء نهى شتا، واللي كان ليها الحقيقه دور تحت السلتين لولا الفاولات اللي طلعت بيها في الكوارتر الرابع. اتفضلي يا مريم. برحب بيك مرة تانية يا كابتن هيثم طبعا، والتحية موصولة لكابتن داليا عرابي وكابتن محمد سلعاوي وكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. زي ما أنت قلت واحدة من نجوم يعني لقاء النهاردة وتحديدا في الكورت الرابع كابتن نهى شتا، نرحب بيك على شاشة قناة نادي الأهلي. مباراة الحقيقة كانت كبيرة جدا، نادي الجزيرة يمكن سبورتنج والأهلي والجزيرة هم أقوى ثلاث فرق في الدور ده، شفنا أداء كبير جدا من نادي الأهلي، ولكن الحقيقة شايفين انه برضو كابتن طارق غير راضي، انتوا غير راضيين على اداء، رايك ايه في مباراه النهارده؟ والله مباراه كانت صعبه، يعني نادي الجزيره السنه دي عاملين موسم قوي قوي بصراحه. احنا في حاجات فعلا احنا مش راضيين عن نفسنا فيها،
في الناحيتين اوفنس وديفنس، فكابتن طارق اتكلم معانا فيها حتى في نص الماتش وبعد الماتش، فاحنا شغالين على ان احنا نصلح مشاكلنا. يعني كان في مشاكل كتيره ان احنا مش بنتواصل مع بعض في الديفنس بالذات، فده اللي ادى ان في كور سهله بتيجي كتير، في لعب مش ملاحقين ان احنا ندافع صح، في كور سهله المفروض ان احنا نعرف ندافع عليها زي العادي، بس النهارده ما كناش على تواصل مع بعض من الاول صح. بس الحمد لله قدرنا ان احنا في الاخر يعني ان احنا نظبط شويه مشاكلنا، نتكلم مع بعض وكابتن طارق اتكلم معانا، فالحمد لله يعني عرفنا ان احنا نظبط شويه، وطبعا هنشتغل على الاخطاء بكره وبعده يعني عشان ماتش يوم السبت الجاي ان شاء الله. تحضير النهارده للمباراه يمكن كان في فتره تحضير يمكن حوالي 4 ايام او 3 ايام سبقت مباراه النهارده الجزيره. لو هنتكلم عن التحضيرات اللي سبقت النهارده واهم الانستراكشنز اللي كان كابتن طارق قايلها لكم قبل مباراه اليوم. والله اهم الانستراكشنز هي كانت في الديفنس، حاجات معينه على لعيبه معينه كي بلايرز عندهم، ازاي نوقفهم، ازاي لو كرة نزلت تحت مثلا لرضوى سالم نوقفها المحترفه بندافع عليها ازاي، في السكرين لما بيجي لها سكرين من حد تاني من فرقتها بنقفل عليها ازاي، والروتيشن وهكذا يعني. فده كانت بصراحه اهم حاجه كان يعني كنا مركزين عليها الفتره اللي فاتت هي الديفنس سبيسيفيكلي. وطبعا في حاجات في الاوفنس اشتغلنا عليها، خطط معينه في وجود المحترفه بتاعتنا وعدم وجودها لما بتبقى جوه بنلعب بيها ازاي، بنستغل قوتها ازاي وكده يعني. فكلها تعليمات ليها علاقه معينه بناس في فرقتهم معينه وعندنا برده في نفس الوقت. نهى كان ليكي مجهود كبير قوي النهارده خصوصا في الكوارتر الرابع، يمكن كابتن طارق اكيد كان ليه كومنتس على اللي حصل النهارده تحديدا على ادائك في الكوارتر الرابع، قال لك ايه بقى النهارده؟ والله كورتر الربع كان بدني قوي، كان فيزيكال يعني، انا ورضوى سالم احنا حبايب طبعا بره الملعب، في الملعب كل كوره بنبقى قافشين فيها مع بعض، فيمكن ده الكومنت يعني ان كابتن طارق برده قال لي اهدى شويه في الكور عشان ما اتعصبش، وكان بيشجعني عامه. وفي الديفنس برده كان عندي انا كام غلطه محتاجه اشتغل عليها بالذات في السكريم مع المحترفه، ان انا في كوره هي شاطت من قدامي، الاخطاء عامه يعني. المرحلة اللي جاية سموحة وسبورتنج في تغييرات في المواعيد بتاعة الماتشات، تغييرات كمان في مواعيد التدريب، يعني شايف المرحلة اللي جاية ازاي خاصة يعني في مباراة سبورتنج هتكون في اسكندرية، فشايف المرحلة اللي جاية ازاي؟ والله احنا شغالين زي ما احنا طبعا، رمضان كريم يعني الأسرة نادي الاهلي كلها. رمضان بيبقى مختلف، احنا هنأجز اول يوم رمضان بس، وتاني يوم هنرجع على طول تمارين، بنتمرن بعد الفطار، بس احنا متعودين يعني، احنا بقالنا سيزونين معسكرين في رمضان تقريبا نصه، فاحنا ماشيين زي ما احنا، تمارين هي هي، بدني هو هو، فان شاء الله يعني مفيش حاجه هتأثر علينا. كابتن نهى الف مبروك مره تانية، نورتينا وشرفتينا على شاشه قناه نادي الاهلي. الله يبارك فيكي، شكرا جدا، مع السلامه. ده كان لقائنا طبعا مع واحده من نجوم مباراه اليوم، طبعا كابتن نهى شتا لسه مستمرين معاك يا كابتن هيثم في لقاءاتنا من داخل طبعا صاله الشهداء بمقر النادي الاهلي بالجزيره عقب طبعا انتصار النادي الاهلي على الجزيره بنتيجه 77-65. مريم سميح بشكرك شكرا جزيلا. الحقيقه كان لقاء نهى شتا مضحك شويه يعني، بتحب هي تضحك وكده، ولكن واضح التركيز، واضح التعليمات من كابتن طارق خيري، واضح التركيز على الدفاع، واضح كمان ان الفرقه او اللعيبه عندهم احسن، وشايفين ان الاداء النهارده شويه اقل من الطبيعي، ولكن زي ما حضراتكم عارفين الفرقه كلها بتمر باب اند داون طول الموسم، فطبعا انت بالعكس ساعات المديرين الفنيين بيروحوا بالكيرف للداون اثناء الماتشات اللي مش فيها منافسات على بطولات. يمكن اجل كابتن سيدو بشكل كبير جدا النهارده اعتماد عليها، بدات ستاندنج فايف اول الماتش، بدات يبقى ليها تواجد دفاعي وهجومي، كابتن طارق خيري مديها الثقه. يمكن هي قعدت سنه او سنه ونص لما جت من هليوبلس ما لعبتش، ولكن لما بدا كابتن طارق خيري اعتمد عليها، لا بامانه وحش تحت الملعب، سواء احسن لاعبات طبعا. هو نهى شتا لاعبه تعتبر انا في رايي مكتمله يعني، لعبا وخلقا يعني، حاجه جميله، حاجه بصراحه تفرح، وانا مبسوط جدا ان هي رجعت، بدات ترجع لمستواها، بدات ترجع مش بقى عندها اكتر، عندها اكتر كمان وان شاء الله منتظرين منها اكتر. انا ما عجبني بس يعني في الحديث اللي حصل مع نادين ومع نهى ان عدم شعور اللعيبه بعدم الرضا عن انفسهم. نعم. برغم المكسب، برغم المكسب، وده مكسب، يعتبر ده مكسب تاني غير المكسب الاولاني للفريق، لان اللعيب كل ما بيحصل بيحس ان هو مؤثر في
مع فرقته مع نفسه بيبذل اكثر ويحاول. كابتن السلعاوي استاذنك يا دكتور داليا، خلينا نروح لارض الملعب تاني ولقاء مهم. مريم سميح والمدير الفني نادي الجزيره الحقيقه الكفء واللي عامل فرقه كويسه دفاعا وهجوما، دكتور عمرو عاصم اتفضل يا مان. برحب بيك مرة تانية يا كابتن هيثم. طبعا دلوقتي معايا يعني أحد العناصر الهامة جدا في مباراة النهاردة، نجم طبعا نادي الجزيرة المدير الفني لسيدات سلة الجزيرة كابتن عمرو عاصم، منورنا ومشرفنا على شاشة قناة نادي الأهلي، بنرحب بيك في البداية. طبعا أهلا بحضرتك وبرحب بكابتن هيثم زميل الملاعب وطبعا كابتن سلعاوي وكابتن داليا. كابتن عمرو، يمكن النهاردة طبعا يعني في الأول هارد لك، ولكن الحقيقه النهارده كنتوا على اداء كبير جدا، شفنا اداء كبير جدا في الملعب، كنت في الكوارتر الاول يمكن فرقتوا كمان بكذا بوينت عن النادي الاهلي، كنتوا كسبانين النادي الاهلي. مباراه النهارده شايفها ازاي على الرغم من ان هي خلصت يعني فارق كبير بالنسبه للنادي الاهلي؟ هو احنا بس يعني احنا بنكون فرقه جديده لنادي الجزيره، اغلب العناصر صغيره في السن ينقصها بعض الخبرات، بس هم حقيقه يعني عاملين سيزون محترم، فرقه بندافع كويس، بنتطور، عندنا كذا عنصر خبره، لكن اغلب الفريق فرقه صغيره، وعملنا نتائج كويسه في دوري المرتبط، وحاليا الحمد لله واصلين سيمي فاينل كاس مصر، وماشيين في الدوري الحمد لله في المركز الثالث. كنا بنطمع النهارده ان يعني نعمل جيم احسن كمان، بس ان شاء الله اللي يكون اللي جاي افضل باذن الله. كابتن عمرو، شفنا النهارده ضغط كبير جدا، انت يعني يمكن كان في ضغط كبير، كنا شايفينك قد ايه مركز مع الفرقه، متوتر، زعلان شويه في بعض الاوقات، داخل يمكن عندك اصابتين مهمين قوي في صفوف الفريق، طبعا يعني حبيبه حاتم وفاطمه هاني، يمكن ده برده كان عامل لك شويه قلق قبل المباراه، لو هنتكلم النهارده عن الاصابات دي وعن الضغط اللي كان موجود في مباراه النهارده امام الاهلي. وطبعا الاصابتين مؤثرين جدا، بس اللي أنا بحاول أعمله في النادي وفي الفرقة إن إحنا نحاول يكون النول اللي موجود يشيل، هو إحنا في سيستم معمول كل اللعيبة اللي موجودة لعيبة صغيرين السن، دول برضو حبيبة وفاطمة عناصر منتخب مصر، بس أعتقد ما حدش أثر النهاردة، كلهم أدوا بمستوى كويس، وأنا عايز أعودهم زي ما تربيت في النادي الأهلي إن إحنا دايما بنلعب على المكسب تحت اي ظروف، حتى لو لا قدر الله خسرنا لازم نطلع رافعين راسنا، عاملين جيم محترم، مدافعين كويس، بندافع عن التيشيرت اللي احنا لابسينه، ده اللي احنا انا اتعلمته كده وبحاول انقله لعيبتي. كوارتر الثالث والرابع تحديدا فرقوا قوي، الاهلي فرق قوي عن الجزيره، اهم التعليمات او الانستراكشنز اللي كانت موجوده طبعا منك كمدير فني للفريق لكل لاعبات الفرقه النهارده، يمكن علشان كان ممكن اكيد كنت بتتمنى ان يحصل كامباك او ترجع تاني تدخل في الجيم. وطبعا مفاتيح لعب النادي الاهلي كثيره. اوكي، انا كنت مدرب عام منتخب مصر الفتره اللي فاتت، وكل اللعيبه دي انا مرنتها وعارف. هو صعب جدا انت تقفلي على كل المفاتيح دي، بس كان في كام كذا بوينت لازم كنا نتكلم فيها ونعمل ستريس عليها. ديفنسيف ريباوند عشان تحريمي الاهلي احد مميزاته، الاوفنسيف ريباوند اللي بيجيبوه رنيم ميرال سلعاوي بيخشوا في الاوفنسيف ريباوند كتير، طبعا عندهم نسب عاليه جدا في 3 بوينتس، دول كانوا المين بوينتس اللي احنا بنتكلم ازاي نقفل الشوطه بره، وازاي نحاول على قد ما نقدر ان احنا نجيب الديفنسيف ريباوند عشان نحرم الاهلي من السكند بول، ده كان اكتر 2 بوينتس شغال عليهم. يعني اخد من كلامك يا كابتن عمرو، يمكن ذكرت نقطه مهمه جدا، كنت ما يعني اكس النادي الاهلي، موجود قبل كده في النادي الاهلي، فكره ان انت دارس النادي الاهلي اكيد مركز مع المباريات بتاعته، اكيد وجودك قبل كده في النادي الاهلي ده يمكن بيخلي المهمه اسهل شويه على الجزيره على عكس بقيه الانديه الاخرى، يمكن بيبقى فيه فرق بوينتس كبيره قوي على عكس نادي الجزيره، يمكن نادي الجزيره بيبقى ند بند في الكوارترز كلها امام النادي الاهلي. زي ما قلت لحضرتك انا اتربيت في المنظومه دي، المنظومه دي لازم تعملي احسن حاجه عندك، تطلعي بتبقي في عندنا فايتنج سبيريت طبيعيه، ما يعني كل اللي بيخش جوه المنظومه بيبقى عارفها، انا ده كل اللي انا بعمله، بحاول انقل الكلام ده لعيبتي، والحمد لله يعني اعتقد بنسبه مش قليله الحمد لله ناجحين ان احنا نعمل كده. احنا في الاستاتس بتاعت الدوري احنا المفروض ان احنا احسن فرقه بتدافع، احسن فرقه في دخل فيها بوينتس، فده مؤشر
ان احنا ماشيين في الاتجاه المظبوط، واتمنى ان احنا نكمل على كده ان شاء الله. التحضيرات اللي جايه بقى يا كابتن عمرو، يمكن انت والاهلي وسبورتنج اقوى ثلاث فرق في الدور ده اللي جايه، هنبتدي نتنقل بقى لنظام بس 3. عايزين نعرف تحضيرات نادي الجزيره للفتره اللي جايه. احنا الحمد لله يعني حسمنا المركز الثالث مبدئيا من الجوله اللي فاتت. حاليا احنا عندنا متبقي لنا ماتشين مع سبورتنج ومع الاتحاد، ان شاء الله هنلعب بنفس المستوى وبالفايتنج سبيريت، وبنحضر للبيست اوف 3 ان شاء الله، ونتمنى ان احنا يكون لينا نصيب نكون في المربع الذهبي، وان شاء الله السيمي فاينال الكاس هنلعبه في 17/4 ان شاء الله. كابتن عمرو نورتنا وشرفتنا، وهارد لك مره ثانيه، اداء الحقيقه كبير، هارد لك ونورتنا مره ثانيه على شاشه قناه نادي الاهلي. ميرسي لحضرتك، شكرا جزيلا. شكرا. طبعا زي ما انت شفت يا كابتن هيثم، يعني يمكن كان لقاء هام طبعا مع المدير الفني لنادي الجزيره كابتن عمرو عاصم، يمكن كان فيه لقطه الحقيقه مهمه جدا من دقيقه بالظبط. كابتن طارق خيري، كابتن عمرو الحقيقه كل روح رياضيه بيهنوا بعض بيسلموا على بعض. دلوقتي طبعا معانا نجم النادي الاهلي كابتن طارق خيري المدير الفني لسيدات سله الاهلي. الف مبروك يا كابتن طارق، تعودنا منك طبعا على المكسب، ما بتحبش ان انت حتى تطلع بفرق بوينتس قليل، بنشوفك قد ايه ضاغط، بنشوفك قد ايه متوتر علشان يكون الفرق كبير زي ما احنا شفنا، بس مباراه صعبه النهارده، نادي الجزيره كان ند قوي، عايزين نعرف منك اكتر عن المباراه ورؤيتك ليها. لا هم عملوا جيم كويس، احنا النهارده برضو ده الجيم الثاني كنا عدم تركيز من بعض، احنا تعرف احنا بنلعب لعبه جماعيه، لو واحد ما بيدافعش او مش حافظ في الاوفنس الحاجات الهجوميه التكتيك بيبوظ. فيعني عندنا النهارده في كل تشكيله في حد ممكن يبقى سرحان فبيعمل لهم اوبجيت. هم زائد برضو هرجع نفس طبيعه اللعيب المصري، هم عندهم اصابتين، لا اثنين لعيبه بيلعبوا تايم طويل، فاطمه وحبيبه حاتم، برضو مديها الحقيقه ان انا هكسب في اي وقت. فالموضوع احنا كنا طالعين 16 18 بوت، الموضوع ماشي ثلاثه ايه سرحان، هي دي الازمه اللي بتعصبني دايما في تايم اوت او ان انا ما اديش الموضوع فول باور ال 40 دقيقه، وده بنقوله في التايم اوت وبنحذر بخصومات وحاجات بالشكل دوت. انما جيم كويس للاخر الجيم، هم كانوا متماسكين للاخر الحمد لله، بدون خساره بدون اصابه. ده مجمل الموضوع، احنا عندنا ماتشين، انا محمل برضو عمال محمل ما بريحش، يعني انا بكره عندي تمرين وبعده عندي تمرين بقالي 6 ايام، عامل حسابي ان انا داخل على رمضان برضو الاجواء هتبقى مختلفه. بعد ماتش يوم الثلاث عندنا راحه، فانا بحمل دلوقتي عشان بعد ماتش سبورتنج اقدر انزل بالحمل، عشان عندي هيبقى دور البيست اوف 3 بتاع دور الثمانيه يوم 17، ده مهم، هلاعب مصر التامين وبعديه فاينل الكاس. فشغله كله على المدى على الاهم، خلاص احنا ترتيب في الاخر، تلاقي معظم الناس كلها بتلعب، انما انت التارجت بتاعك انت دور الثمانيه بيست اوف 3 وان شاء الله الكاس. كابتن طارق، الكورتر الاول والثاني يمكن الفريق ادى فرصه للجزيره ان هو يدخل في الجيم، اهم التعليمات اللي بعد ما خلص الشوط الاول اديتها طبعا ل يعني الفرقه، شفنا اكيد انستراكشنز كتيره قوي، يمكن على يعني بناء على التعليمات دي يمكن رجعوا تاني النادي الاهلي للمباراه وقدروا ان هم يحققوا السكور ده. احنا الكلام كله على اللعب الجماعي، احنا الكره عندنا مشكله ان الكره في ايد لعيبه زياده، اذا كنت بعمل دريبل وزميلي فاضي احنا بنتمرنش كده، احنا بنتمرن طول ما انا اي حد، انا ما عنديش سيستم ما عنديش بوينت جارد، اللي معاه الكره هو البوينت جارد، فلما الاقي حد قدامي فاضي اسيبها واكمل انا اللين بتاعي، الكره في ايدينا زياده فمصعبين الموضوع الهجومي قوي، بقى في تنشان طبيعي لما بتحس ان انت مدرب بيضغط او مطلعي الكوره او عاملي، بيحصل ساعات تنشانه حتى مع لعيب كبير. لما في الثالث لما الدنيا بقت فيها كرة بتروح وتمشي بدا يبقى في توفيق، بدا معظم الناس تلعب، سرايا جابت ورانيم جابت ومرال، يعني ايه الموضوع ده اللي بنطلبه دايما من الناس، ان انا مش عايز الكرة في ايدي زياده، انا مش هبقى نجم، الموضوع ده اتلغى من زمان، احنا تيم. دايما افكرهم بفاينل دوري المرتبط، بصوا الحاله اللي انتوا كنتوا فيها في فاينل دوري المرتبط، بنش ولعيبه كله بيلعب، الكوره بتطلع على الناس كلها، مفيش حد في كوره زياده، الموضوع كان فيه توفيق، بنحاول نوصلهم لان برضو انت الموضوع حته انك بتكسبي باستمرار برضو عامله ازمه، اللي انا مهما تحفزي انا النهارده بقول لهم في خصم فلوس مثلا، يعني فالموضوع انا عايز ابقى فوكس، الموضوع مش صعب بس هم الامكانيات او الكواليتي، مش كواليتي
الطبيعه بتاعت اللعيب ان انا هكسب، انا بلعب بنت صغيره فانا اقوى من انا فلانه، ده احساس داخلي ما بيتقالش بس احنا بنحسه. هي دي اللي دايما بنتكلم فيها، لما بيبقى الموضوع نورمال الكره بتمشي على كل الدنيا بتبقى بفضل الله، لان انا عندي الحمد لله الفرقه عدد مش قليل، عندي نسب، عندي انسايد، يعني عندنا الدنيا، عندي محترفه كويسه عندها حلول بالجري بالدريبلينج زي بالميكرات، بس هي واقفه على ان انا ابقى بدافع طول الجيم كويس وبهاجم جوه التيم، بس هي دي اللي بنطلبه من الناس. يعني طارق استغل صراحتك دي، يعني الحقيقه انه انا عارفه ان اللعيبه يعني لاعبات الفريق بيعتبروك اب ليهم في المقام الاول على الرغم من اي شد بيحصل خلال المباراه، ان اتكلمت في نقط مهمه قوي دلوقتي، اتكلمت عن فكره النجم الاوحد وانه ما ينفعش حد يعتبر نفسه كده. شفنا النهارده في المباراه خاصه يعني في الكوارتر الثالث كان في شد كتير قوي بينك وبين كابتن سرايا، لو عايزين نعرف اهم التعليقات اللي كانت على كابتن سرايا النهارده. سرايا نجمه مصر كله بطر زي ما بيقولوا، بس هي دفاعيا انا بطلب منها ان هي دايما تبقى مركزه في الدفاع طول الوقت، ساعات بسرح ساعات بجيب شوطه وارجع على ارجع على مين، يعني هي الموضوع كله ان ديفنس مش اوفنس خالص، انما والدريبل زياده ده كان في اول الجيم مش في الثالث، ان انا اسيب الكره من بدري من ايديا لو في حد اوريدي بيجري وانا عندي، يعني ميرال بتجري وفريده بتجري والسلاوي بتجري حتى اللي ما شاركوش يعني الموضوع فيه جري بس، وهو البوينت جارد دايما اللي بيلعب بلاي ميكر دايما انت بقك في ودنه، يعني هلعب لعبه ايه؟ هدافع ايه؟ بيطلعك يعني ايه؟ دايما هو اللي بياخد السبوت الاكبر البوينت جارد، ما هو ده اللي بحاسبه بس، وانا على طول ما انا سرايا ورنيم هات وخد على طول، لان دايما عايزهم يبقوا مركزين لان هم اضافه هم نجوم، طول ما هم جوه الموضوع احنا الموضوع بيفرق معانا جدا. يعني طارق الف مبروك مره ثانيه، بالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله، اكيد يعني سموحه وسبورتنج مرحله هامه جدا، بالتوفيق ان شاء الله في اللي جاي، دايما بتنورنا وتشرفنا على شاشه قناه نادي الاهلي. انت اللي منورانا وقناه الاهلي منورانا دايما، شكرا لك. شكرا طبعا كابتن هيثم، زي ما انت شفت ده كان لقائنا طبعا مع كابتن طارق خيري نجم مباراه النهارده والمدير الفني لسيدات سله الاهلي، اتكلم في امور كتير جدا، يمكن كان غير راضي عن الاداء وهو ده اللي يمكن قال كمان ان هيبقى فيه خصومات للفرقه، وده على الرغم من ان الفرق كبير 77 65، هو ده النادي الاهلي ما بيقبلش ان يكون في اي غلطات داخل الفريق، ما بيقبلش ان يكون في اي تقصير من اي فرد في هذه المنظومه، زي ما احنا شفنا على الرغم من ان ده مكسب ومكسب كبير بفرق بوينتس كبير، ولكن زي ما احنا سمعنا كابتن طارق اكيد ده بيبقى عنصر مهم جدا وده اللي بيخلي دايما النادي الاهلي في المقدمه. بشكرك جدا يا كابتن هيثم، كلمه ليك مره اخرى. مريم سميح بشكرك شكرا جزيلا، الحقيقه لقائين في منتهى الاهميه بشكرك عليهم. الحقيقه يعني كان مهم جدا نسمع كمان دكتور عمرو عاصم مدير فني نادي الجزيره ونشوف شايف النادي الاهلي او شايف فرقه النادي الاهلي من بره ازاي. احنا مش بس عشان قناه النادي الاهلي فبنستضيف بس فرقتنا، لا مهم جدا، وخاصه ان دكتور عمرو عاصم كان احد ابناء النادي الاهلي، فاذا مهم جدا ان احنا نشوف رؤيه المدربين او المديرين الفنيين لنادي الاهلي. طيب انا عملت ملخص سريع واللقاءين شغالين، الاثنين مديرين فنيين قالوا ايه؟ دكتور عمرو عاصم قال ان احنا بنكون فرقه جديده، وده واضح لان هو قال ان الاعمار كلها صغيره واحنا بنجهز فرقه جديده ننقصها بعض الخبرات، ولكن عندنا خبرات ولكن يعني مع الوقت هنكتسبها. اتكلم عن الدفاع وزي ما قلنا لحضراتكم اللي احنا قلناه هو قاله ان هو اقوى دفاع، هو عارف هو بيعمل ايه، عشان كده الارقام ما بتكذبش. احنا اول الاستوديو قلنا ان 600 نقطه دخلوا في 10 ماتشات، يعني افريج 60 بوينتس اتحطوا فيه، يعني انكلود ماتش الاهلي الاولاني اللي خلص حاجه و90 نقطه، فمعنى كده ان الفرقه الثانيه حطت بلو الافريج اللي هو 60 نقطه، فكده انت ماشي بدفاع قوي جدا على كل الفرق، فهو قال انا اقوى في الدفاع يبقى ده مقصود. قال كمان انه بنطور ودي حاجه كويسه، ان هو نادي الجزيره يعني اكيد ما وصلش المركز الثالث صدفه. قال ان انا عندي سكواد، علق على غياب طبعا حبيبه وفاطمه، علق انه هم اتنين منتخب مصر ولكن انا عندي سكواد وبحاول اجهز اللي موجود يلعب وبنعمل سيستم واللي موجود يلعب. لما اتكلم عن النادي الاهلي قال لك انا مفاتيح النادي الاهلي كتير، انا مش عارف اوقف ايه ولا ايه، ولكن هو قال نقطتين بيتميز بيهم جدا النادي الاهلي ودي مهم جدا نتكلم عنهم. السكند شوت، وده يمكن ضيوفي كابتن داليا قالت نفس الكلام وكابتن سلاوي قال نفس الكلام، ان السكند شوت عند النادي الاهلي عالي جدا وقال لازم نوقفه، زائد القوه الضاربه في النادي الاهلي وهي الثلاثات او 3 بوينتس قال لازم نوقف 3 بوينتس، وقال انه طبعا يكفي ان هو يعني بيحاول يخلي الفرقه احسن وانه بيلعب قبل نهائي كاس مصر وهيلعب بيست اوف 3 في دوري
المرتبط، واتصور انه هيوصل قبل نهائي كمان دوري السوبر. انا اسف. كابتن طارق خيري كان واضح وصريح كالعاده، ما خباش حاجه، وقال ان هو طبعا الاداء مش عاجبه لسببين. قال لي يمكن في تذبذب في المستوى بعض الشيء، وقال ان ده نتيجه عدم التركيز، وقال لك انه ساعات بيكون في فصلان حاجه بسيطه في الدفاع، ما اتكلمش عن الهجوم. هو عارف ان مفاتيح هجومه كتير جدا، مجموعه بتضم عدد او الفرقه بتضم عدد كبير من النجوم، ولكن قال لك لو لعيب واحد سرح عندي في الدفاع ده بيكلفني كتير. وحتى اتكلم عن يعني مريم سالته سؤال مهم جدا، قالت له دايما بلاقي فيه حوار بينك وبين سوريا. قال ايوه، لان انا عايز سوريا في الدفاع كمان تبقى مركزه زي الهجوم، ما شاء الله عليه نجمه كبيره. وكمان علق على انه محمل على الفرقه، وكمان ضيوفي قالوا كده، قالوا ان الفرقه عندها دروب، ده واضح. هو قال انا قاصد، ما هو محمل يعني قاصد ينزل الفرقه في دروب. لما المدير الفني يقول لك انا محمل، يعني اعرف انه بينزل الفرقه في دروب، لانه مش طبيعي. يعني هو النهارده لعب ماتش جامد، بكره في تمرين، فهو قال انا محمل على الفرقه دلوقتي، فهو عارف انه رايح بالفرقه فين. عشان كده قلت لحضراتكم المدربين ليهم فكر تاني غيرنا، غير احنا الناس بنحلل. المدربين بيبقى شايف ان عنده 15 او 20 يوم ما فيهمش ماتشات مهمه، بيروح طالع بالكيرف جامد. معنى طالع بالكيرف جامد بدنيا وفنيا انه بيروح نازل على طول في المستوى. ده طبعا كابتن طارق خيري مدرب قدير وعارف هو بيقول ايه. قال حاجه مهمه جدا وكانت واضحه للكل، انه ما بيلعبش بوينت جارد، ما عندوش بوينت جارد. اللي بيجي في نص الملعب هو بيبقى بوينت جارد، سوريا، نادين، خاصه ان الجاردات لا يقلوا ابدا عن الاثنين بوينت جارد او الاثنين الوحيد الموجودين في الملعب. اسمع بقى، انا لخصت كده يعني وذكرت ضيوفي بالنقاط اللي قالها كابتن طارق خيري او دكتور عمرو عاصم. اسمع بقى تعليق ضيوفي على لقاءين مدين فنيين دكتور داليا. هو طبعا دكتور عمرو، يعني كابتن عمرو عاصم، عامل يعني فرقه ممتازه مع غياب الاثنين المفترض ان هم يكونوا موجودين معاه. حبيبه وفاطمه، انا بعتبر ان هو في خلال السنه اللي جايه ممكن يكون بينافس منافسه قويه، بس هيحتاج تدعيم، ولو معاه سنتر قوي كمان تحت. يعني 100% الفرقه دي يعني مش هتنافس، هتبقى هتحرق بقى سبورتنج والاهلي. حصان اسود. بالظبط. هو مدرب كويس قوي، كلامه واضح، برضو كلامه واضح، وبرضو من الواضح ان علاقته باللعيبه بتاعته كويسه جدا، واخدهم واحده واحده، عارف مهاراتهم، عارف خبراتهم، بيتحرك بيها بشكل جيد جدا. الاهلي هو حافظه، هو قال انا مرنتهم فتره في منتخب مصر، مساعد مدرب. ودي حقيقه. الاهلي مش موضوع مفاتيحه عاليه، لو واحده من نجوم الفريق قررت تشد الشده بتاعت يعني لاعبه او نجمه واحده من نجوم الفريق، بتسحب ب 10 15 بونت لوحدها في اقل زمن، ممكن معاش نوقف اللاعب ده او النجم ده لو احنا حبينا نقرر نوقفه، ولو وقفنا ده هيطلع لنا ده، ولو وقفنا ده هيطلع لنا ده. فهو طبعا كتير ما شاء الله. وتغييراتنا كتير، فهو محق جدا في الكلام ده. بس انا بشكره شكر خاص بصراحه على هذه الفرقه المحترمه اللي هو عملها. كابتن طارق يعني مدرب كبير، فاهم كويس قوي الاعداد البدني بتاعه شكله عامل ازاي اثناء فتره المنافسات، عارف بيعلى امتى وبينزل امتى، هو عارف مين تعبان مين مش تعبان، موزع القوه بتاعته كانت من الاول ماتش، واحنا بنقول هو مش بيلعب بالفول باور بتاعته. فكره ان اي حد بيطلع بالملعب، هو ده فعلا فكر السائد في الباسكت دلوقتي. احنا ما حسيناش، احنا كابتن سلعاوي كل شويه كان يقول في وسط الماتش هو بيلعب بالثلاث كترات، هو مش فارق معاه، يعني هو قال ما عنديش بوينت جارد، هو ما عندوش بوينت جارد فعلا. كله بيلعب كله بيجري، ودي نقطه قوه فظيعه. حتى رنين بتطلع بالملعب، ما عندوش ازمه، هو بيمرن بقوه على القصه دي. فبرضو اي مدرب تاني بيحرجه لان هو مش عارف يوقف مين، اضغط على مين، ما هو اي حد بيطلع بالملعب صحيح، فانا هوقفني، مفيش بقى اضغط على البلاي ميكر زي زمان او اعمل عليه دفاع ضاغط ولا لا لا لا، اي حد بيطلع. مهارات الفرقه كلها عاليه جدا، سواء في الدريبل او في الباسنج. ففرقه الاهلي زي ما بيقولوا ايه، ما كانش ليها ماسكه، نعم صحيح، ملهاش ماسكه صحيح. وهو اعترف انه معاه زود الحمل يعني احنا الحته اللي احنا قلناها برضو في اول بتاع ان هو الكيرف نازل، لان هو قاصد ينزل الكيرف، هو زود الحمل يعني قاصد ينزل الكيرف. كابتن سلعاوي، تعليق حضرتك على كلام كلا المدربين او مدير الفني. انا دلوقتي بس عايز اقول حاجه على الكابتن عمرو عاصم. عايز اقول ان هو قال نقطه مهمه جدا في كلامه مع في قناه الاهلي، قال لك ان انا نقلت ثقافه النادي الاهلي للفرقه اللي انا ماسكها في نادي الجزيره. ايه الثقافه؟ اللي هي الروح، وان الدفاع الفانيلا،
والدفاع نفسه والهجوم والنظام، فباين شغله منظم، راجل فكره يعني هو مدرب محترم وله فكر تدريب عالي ومعاه جهاز كمان محترم، اذا كان مصطفى لعيب دولي سابق وكابتن نهاد برضه لعيبه دوليه، ف كلام محترم بيدل على مدرب مجتهد حافظ فرقته بيتعامل معاهم نفس طريقه طارق اللي هي كواليه. عمرو بصراحه مشروع مدرب مدير فني كويس جدا. لكن انا يعني مع كابتن طارق في كل اللي هو له حق في كل كلمه قالها، ان هو الفرقه محتاجه حاجتين ثلاثه، هو بس محتاجه تنظيم دفاعي، يبقى الدفاع جماعي والهجوم جماعي شويه. حضرتك قلت كده واحنا بنتفرج على ماتش اوف اير، حضرتك قلت انه فعلا احنا محتاجين الجماعيه. يعني ده كان كلامك حتى. فلازم هو هيبدا، انا عارف طارق كويس قوي، انه يبدا هيبدا الترتيب في اليومين الجايين، هيبدا ترتيب تاني ويعيد يتفرج على الماتش ويعيد يعني المباراه. لكن طارق يعتبر من احسن المدربين اللي تولوا مسؤوليه فرقه البنات في النادي الاهلي، عامل حاله جيده جدا جدا في النادي، بيتعامل مع البنات معامله هايله، بيقابل بيلاقي كل دعم من نشاط رياضي ومن مجلس اداره ومجمعهم كويس، وكمان تحس ان الفرقه فيها يعني متسيطر في كنترول. كابتن غياب هلا شعراوي ونور علي طلعه فارقين مع الفرقه؟ اعتقد طبعا الاثنين طبعا لعيبه جامده، وتفرقوا مع منتخب مصر اصلا، يعني فرقوا مع منتخب مصر. انت سبقتني والله حبيبي يا كابتن، ده انت كابتن منتخب مصر. فالاثنين يفرقوا طبعا، ده شيء طبيعي، وده يعني مش مثل اللي احنا بنجاملهم. لا هم لعيبه ممتازين، لعيبه وبعدين المركز بتاعهم الاثنين اللي بيلعبوا فيه مرقص شحيح شويه في مصر كلها، في مصر كلها. لا وهم كمان عندهم، بس هقول لحضرتك حاجه، وعندهم خبرات افريقيه، خبرات كمان. او يعني دوليه هلا في الدفاع هايل هايل. لا برضه اوفنس يعني برضه انا بتكلم ان الدفاع برضه يعني يمكن شكوى الكابتن طارق خيالي اكتر من الناحيه الدفاعيه. الاثنين دول كانوا معلين الفرقه دفاعيا، بيقابلوا بس طبعا موجودين كويسين، بس انا بتكلم لما يبقى عندك اثنين بالحجم ده على البنش طبعا أكيد طبعا طبعا. لكن انا يعني شايف ان طارق خيري نرفزته على الدفاع، لان هو الدفاع هو الباسكت بول. نعم. يعني اللي عايز يدافع، اللي عايز يكسب دافع، لازم دافع خلاص، ملهاش هي كده. فهو نرفزته وحميته على الدفاع، هو الدفاع هو المكسب. اللي احنا النهارده بنشيل بنادي الجزيره ليه؟ بيدافع. لانه عمل دفاع كويس، وهو قال وهو اصلا كاحصائيات هو احسن دفاع، احسن دفاع. حتى الماتش ده ما داخل فيهم 600 نقطه، منهم ال 90 بونت باللي هم الاهلي شيل ال 90 بونت وقسم على 9، يعني نزل بلو 60 بونت كمان في الماتشات الثانيه غير الاهلي. يعني انا عجبني جدا جدا ان المدرب النادي الجزيره ومدرب النادي الاهلي اتكلموا بصراحه. نعم طبعا. والمدرب الناجح هو اللي بيتكلم، ما بيخبيش عيوب فرقته، ما بيخبيش. هو المدرب الناجح هو اللي بيقدر يشوف العيوب فين ويكتشفها ويعمل على حلها. الباسكت بول لعبه ارقام يا كابتن. وخلاص ما بقى يعني انت ممكن ما تتفرجش على ماتش، انا ممكن ادي لحضرتك السكور الاستاتس بتاعت المباراه، هتعرف المباراه سيرها ازاي، مجرد الارقام هتقول لا ده ايه اللي حصل في المباراه من غير ما تتفرج عليه. فاذا كره السله اصبحت ارقام، ودي حاجه يعني. وانتوا كمان في المنطقه بامانه عاملين طفره وتفوق يعني كبير جدا في الاحصائيات، عندكم لجنه احصاء حقيقه هايله بامانه. انا ماتشات القاهره وبطوله القاهره بتتغطى احصائيا بشكل مرعب. لا بشكل مرعب، حتى الناشئين. يعني انتوا مش بتغطوا بس الفريق الاول او الفرقه الاولى، انتوا بتغطوا حتى قطاع ناشئين. بس السؤال هنا بقى مهم جدا، وحضرتك معايا عضو مجلس اداره منطقه القاهره. لا انا عايز اسال السؤال ده، انتوا بتعملوا ريكورد بالسكور ده ولا خلاص؟ يعني بنعمل ريكورد. الريكورد يعني الستاتس ده يعني عاملين لها ستور وعاملين لها سيف، بحيث ان انت بعد سنه 2-3 عايز ارقام هيثم اللي كان بيلعب عندي في المنطقه من 3-4 سنين طلعها له. بس مش لدرجه 3-4 سنين يعني. لا يعني طب بلاش، ابتديتوا يعني للي جاي على الاقل. المهم نبتدي. هو الفكره كلها ان احنا بنعمل الاحصائيات دي ليه؟ وليه ركزنا في فتره الناشئين؟ عشان ولاد تتعلم من وهي صغيره، يعني عشان يلفت نظرهم ان القصه. اصل هم فرق الناشئين كلها متخيله ان اللعيب الشاطر هو اللي بيحط باسكت، دايما الصغنون كده يعني. الفرق الصغيره كلها متخيله ان اللي بيجيب باسكت ده هو بقى اللعيب الممتاز الشاطر، فلما بيتفاجئوا بقى ان الاحصائيات طالعه، انا ممكن اكون حاطه باسكت بس انا الايفكتفنس بتاعتي ماينس 3
فبيبقوش فاهمين هو انا ليه الافكتفنس بتاعتي نازله كده. والله حضرتك فعاليته في الملعب عملت تيرن اوفرز ما لمتش ريباوند, جات لي فرص, عملت ترايز كتير حاطط باسكت بس انا عملت ترايز كتير قوي قدامها. فده عشان تطور فكر ناشئ بيفهم باسكت كويس, تجري يفهم باسكت يعني كويس. الناشئين بقوا بيجروا بعد الماتش يجيبوا الاستاتس عشان يقروا هم عملوا ايه. ايوه بالظبط. كنت عايز اسال حاجه. عايز اقول حاجه, انا كانت الدكتوره داليا بتتكلم في نقطه مهمه جدا بس احنا دخلنا في المباراه على طول, فكنت عايز بس يعني بصراحه انا معجب جدا بمنطقه القاهره في الوقت صحيح. الحالي ليه بقى؟ عملت فكره حامت اللاعب وحامت المدرب. بمعنى ان لو كان كل المباريات بتنتهي في شهر واحد او اتنين كانت الانديه بتحرم المدربين من مرتباتهم اللعيبه, بتحرم اللعيبه من ان هم يقعدوا في البيت من شهر واحد. ففكره جيده جدا جدا, احنا الحقيقه بصراحه لازم نحيي كمان الدكتور شريف سليمان صراحه مجتهد جدا وفكره عالي يعني مهندس يعني لا وبرده المجموعه لان هو من غير المجموعه طبعا اللي هي المجموعه كلها راكبه على بعض, المجموعه كلها عامله نتاج شغل كويس بصراحه. انا الفكره دي عجباني جدا لان احنا بقى لنا سنتين ثلاثه المدربين بيعانوا واللعيبه بتعاني, اولياء الامور بتعاني والمدربين بيعانوا. بحيي كابتن سلاوي دايما ملاحظاتك في محلها. كابتن سلاوي طبعا بشكرك شكرا جزيلا, نورتني النهارده ودايما بتمتعني بتحليلك. الله يخليك ويعني امورك الفنيه اللي دايما بتطرحها عليا وعلى الساده. الله يخليك يا كابتن هيثم, واحنا شرفنا بالدكتور النهارده والله. شرفنا بيك وجودك بتعلم من كابتن سلاوي استاذ. شرفنا بيك يا دكتوره داليا طبعا نجمه النادي الاهلي السابقه وكابتن النادي وكابتن المنتخب وكمان عضو مجلس اداره منطقه القاهره, نورتينا وشرفتينا ومتعتينا النهارده باللحظات الفنيه. مبسوطه ان انا في وسطكم ومبسوطه ان انا بتفرج على هذا الجيل الجميل. فعلا البنات بحبها جدا وبحس ان انا بستمتع لما بتفرج على ماتشاتهم, وربنا بقى يوفقنا ان شاء الله. بيتك ومكانك يا دكتور. اعزائي المشاهدين دي كانت جوله من جولات استوديو الابطال, انتظرونا ان شاء الله في جوله قادمه, والف مبروك للنادي الاهلي, هارد لك نادي الجزيره, والى جوله جديده مع استوديو الابطال.